أبنائي الأعزاء، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. نبدأ النهاردة محاضرة التاسعة في الريسبيريشن، وقلنا هي مجموعة المحاضرات لصالح الأطفال من مرضى السرطان. ومحاضرة النهاردة بإذن الله هتختص بال chemical والnervous regulation of respiration. يبقى عندنا هيبقى المحاضرة بتنقسم إلى قسمين. القسم الأول اللي هو part 1 هيبقى خاص بال chemical regulation of respiration، والقسم الثاني هيبقى خاص بال non-chemical أو nervous regulation of respiration. والحقيقة من أهم المحاضرات في الrespiration اللي أحب تهتموا بيها في النظري، ومهمة أيضا في الامس كيو، فيها كمية أسئلة جامدة وعاوزة تدقيق يعني جامد. فنتوكل على الله ونبتدئ لكتشر 9 في الريسبيريشن. وكما قلنا وكما وكعادتنا بنحب نبتدي يا أولاد بالمالتيبل تشويس كويشنز. فالمالتيبل تشويس كويشنز على المحاضرة الماضية واللي هي كانت خاصة بالكنترول اوف ريسبيريشن، بس النهاردة قلنا هنعمل نوع جديد شوية من الأسئلة اللي هو ماتشنج. يعني أنت عندك جروب 1 جروب 2 تو ماتش ما يصلح من جروب 1 مع جروب 2، وعليه أن نقول الآتي. فالسؤال الأول اللي هو الأبنيوستيك سنتر، هتختار الإجابة الصحيحة هتبقى هو ده الأون سويتش. بينما بي النيوموتاكسيك سنتر، الإجابة الصحيحة هتبقى هو الأوف سويتش. وبعدين سي اللي هو بري بودزينجر كومبلكس، فالإجابة الصحيحة هتبقى هو واحد اللي هو البيس ميكر أوف ريسبيريشن. دي اللي هو الدورسال ريسبيراتوري جروب، هتبقى الإجابة الصحيحة contains التراكتس سوليتيريس نيوكليس. وبعدين الفنترال ريسبيراتوري جروب، الإجابة الصحيحة هتبقى contains 1 اللي هو inspiratory acid neurons and expiratory neurons. يبقى عليه الانسرز في جروب 1 و 2 هتبقى كالآتي: و A 4 B 5 C 1 D 3 و E 2. طيب ننتقل للمجموعة الثانية يا أولاد اللي هو جروب 3 و 4. فإحنا عندنا transverse section في الـ upper pons، هتبقى الإجابة الصحيحة هو no effect on automatic أو involuntary respiration. بينما بي ترانسفيرس سيكشن في اللور بومز، هتبقى الإجابة الصحيحة rhythmic yet irregular and slow respiration. سي ترانسفيرس سيكشن في الميد بومز، يبقى انت شلت النيوموتاكسيك، يبقى الإجابة الصحيحة هتبقى deep and slow respiration. ترانسفيرس سيكشن في اللور مدلة اللي هي دي، يبقى انت عزلت كل السنتر من respiratory motor neurons، يبقى عليه الإجابة الصحيحة هتبقى انه لما تعمل transverse section في اللور مدلة الاجابة الصحيحة يبقى respiratory failure. E transverse section below cervical 5، يبقى انت مبقي الاتصال بين respiratory centers والorigin of phrenic nerve، يبقى الاجابة الصحيحة هتبقى diaphragmatic respiration. وعليه A هتبقى 5، B هتبقى 2، C هتبقى 1، D هتبقى 3، E هتبقى 4. يبقى ده زي ما اتفقنا هو كان الامتحان. وهنقول تاني ان احنا المحاضرة دي بتاعت respiration، في الجزء الاول هنتكلم على chemical regulation of respiration، وده الاهم لان هو ده basic mechanism of respiration. اما في القسم الثاني فهنتكلم على non-chemical اللي هو nervous regulation of respiration. وأتصور إن كل بارت هياخد أقل من ساعة، وهي جزء كبير في الريسبريشن. بنأمل بإذن الله إن احنا هنخلصه في محاضرة واحدة متصلة، ونتوقع على نبتدئ.
الكيميكال او ريجوليشن اوف ريسبريشن اللي هو البيزك ميكانيزم. الاول عاوزين نفهم ليه الكيميكال ريجوليشن ريسبريشن هو ده البيزك ميكانيزم. احنا قلنا يا اولاد ان المين فانكشن اوف ريسبيريشن لو كنتوا فاكرين is to remove carbon dioxide then to remove carbon dioxide then to remove carbon dioxide دي الوظيفه الاساسيه. وفي الريموفال اوف كاربون dioxide هي اكشولي بتريموف الفولاتايل اسيد اللي هو الكربونيك اسيد، دي نمره اثنين. وتالت حاجه السبلاي اوف اكسجين. يبقى كان وظيفه الريسبريشن الاساسيه انها تمنتين في الارتيريال بلاد كونستانت كاربون دايكسايد كونستانت هيدروجين ايون كونسنتريشن اند كونستانت اكسجين ليفل. فعشان كده دي الوظيفه الاساسيه للريسبريشن. طب التلات عامل دول عامل كيميكالز كاربون دايكسايد وهيدروجين واكسجين، فبقى الكيميكال ريجوليشن اوف ريسبريشن اللي هو الوظيفه الاساسيه للريسبريشن هو ده البيزك ميكانيزم. يبقى ما يجي لي سؤال في الام اس كيو انا عندي كيميكال ريجوليشن وعندي نون كيميكال اللي هو نيرفس، مين الاهم؟ مين البيزك ميكانيزم؟ الكيميكال ريجوليشن اوف ريسبيريشن. طيب ما عشقت مثل عشق النظام، فاحنا في هذا الموضوع هنشرحه في اربع مجموعات، كل مجموعه فيها 3 بوينتس تو بي ديسكاست، عشان كده كاتب 4 في 3. يعني هنتكلم على اربع مجموعات من الكلام، كل مجموعه بتحتوي على 3 بوينتس. فعشان كده من فضلكم حاجه بنسميها المنتال سيت، التهيئ الذهني. عاوزك تبقى مهيئ ذهنيا ان ده واحد من اهم الاسئله في الريسبيريشن اللي هو الكيميكال ريجوليشن ريسبيريشن. لما يجي لك هتبتدي بان تقول ده البيزك ميكانيزم وتشرحه في اربع مجموعات، كل مجموعه بتحتوي على 3 نقاط. طيب ابتدي المجموعه الاولى. احنا قلنا ان الوظيفه الاساسيه للريسبريشن انها تو ريموف الكربون دايكسايد وتو ريموف الكربونيك اسيد وتسبلاي اوكسجين. وعليه امتى مفروض الريسبريشن يشتغل اكتر؟ يعني امتى مفروض الريسبريشن يبقى ستيميليتد؟ اهدي المجموعه الاولى. ان الريسبريشن از ستيميليتد باي انكريزد بريشر اوف كربون دايكسايد increased hydrogen ion concentration decreased pressure of oxygen. وهنا زي ما بقول على الاوائل ان يلاحظوا الاتي، ان انا ما قلتش ان respiration is stimulated by increased carbon dioxide، انما قلت increased pressure of carbon dioxide و increased hydrogen ion و decreased pressure of oxygen. وكلنا يعلم انها مسبقا ان البريشر اوف كاربون دايكسايد والبريشر اوكسجين بيعتمد على الكاربون دايكسايد والاكسجين المذاب اللي هو ان فيزيكال فورم. وهقولها تاني لان قلت الغازات في الاتحادات الكيميائيه ان كيميكال فورمز هاف نو تنشنز، جاسز ان كيميكال فورمز هاف نو تنشن. اللي ليه بريشر اللي ليه تنشن هو الغازات ان فيزيكال فورم اللي هي المذابه. فاول نقطه للاوائل ما تقوليش الريسبريشن از ستيميليتد زي ما معظم الناس بتقول بزياده الكربون دايكسايد وزياده الهيدروجين اين ونقص البريشر. انا ما قلتش كده، قلت الريسبريشن از ستيميليتد باي انكريزد بريشر اوف كربون دايكسايد انكريزد هيدروجين اين كونسنتريشن اند ديكريزد بريشر اوف اوكسجين. دي النقطة الأولى في المجموعة الأولى. طب النقطة الثانية، طب أنا بقول دول بيستيميليت زيادة البريشر اوف كربون دايكسايد زيادة الهيدروجين أين نقص البريشر اوف أوكسجين. طب تفتكر عكسهم الأوبوزيت تشينجز المفروض يعملوا إيه؟ الطالب العادي يقول إذا كان دول بيستيميليت يبقى عكسهم المفروض ينهبت.
الاجابه الاوائل عكسهم ما بيعملش inhibition، بيعمل slight inhibition، يعني opposite changes produce slight inhibition. طالب يقول لي انت عودتنا تفهمنا ليه عكسهم بيعمل slight inhibition وما بنقولش inhibition. هنجاوبها يا اولاد بالفطره. تصور اني طلبت منك يعني خيارتك بين امرين، تحب تقعد في اوضه فيها البريشر اوكسجين قليل ما فيهاش اوكسجين خالص، ولا اوضه فيها البريشر اوكسجين مش نورمال اباف نورمال؟ اظن بالفطره انت هتختار ايه؟ لا اباف، الاثنين غلط. المفروض اقعد في غرفه فيها نسبه الاوكسجين 21%، انما 100% 100% زياده الاكسجين اقل خطوره من عدم وجود الاكسجين. يعني 100% زياده ان انا اقعد في اوضه فيها اكسجين اكثر من بالي مش حلوه، بس اقل خطوره من ان انا اقعد في اوضه ما فيهاش اكسجين خالص. فعشان كده الاوبوزيت تشينجز لانهم اقل خطوره بقوا بيعملوا سلايت انهبيشن. يبقى دي النقطه الثانيه. طيب النقطه الثالثه في المجموعه الاولى، طب ليه قلنا الكيميكال ريجوليشن هو ده البيزك ميكانيزم؟ لان ان ذيس واي، بهذه الطريقه، ان زياده البريشر اوف كربون دايكسايد، زياده الهيدروجين اين نقص البريشر اوكسجين ستيميليت، وعكسهم يعمل سلايت انهبيشن، هي دي الطريقه الوحيده اللي بيها الريسبيراتوري ريت از ميد بروبورشنال تو ذا ميتابوليك ريت. ذا ريسبيراتوري ريت از ميد بروبورشنال تو بادي نيدز. وتعال نفكر ايه معنى الجمله دي. انا يا اولاد لما اعمل اكسرسايز يبقى بطلع كربون دايكسيد كتير، بطلع اسيدز هيدروجين ايون كتير، بستهلك اوكسجين، بنقص الاوكسجين. طب في الاكسرسايز مفروض النفس يحصل له ايه؟ يزيد عشان يريموف الكربون دايكسيد الكتير اللي طلع ده والهيدروجين ايون ويسبلاي مور اوكسجين. يبقى الكيميكال ريجوليشن ليه هو البيزك ميكانيزم؟ لان هو ده اللي ربط الريسبيراتوري ريت، معدل التنفس، بالميتابوليك ريت، بالبادي نيدز. عشان كده هو البيزك ميكانيزم. يبقى نقول تاني في عجاله المجموعه الاولى من ثلاث نقاط، قلت التهيؤ الذهني بتاعك، المينتال سيت، كل حاجه ثلاثه. فقلنا اول مجموعه ان الريسبريشن از ستيميليتد باي 3 كيميكال فاكتورز. للاوائل زيادة البريشر اوف كربون دايكسايد، زيادة الهيدروجين اين كونسنتريشن، نقص البريشر اوف اوكسجين، دول بيستيميليت الريسبريشن. اوبوزيت تشينجز للاوائل اقل خطورة وعليه ما نقولش انهبيشن، يعملوا انهبيشن بس سلايت انهبيشن. طب النقطة الثالثة في المجموعة الأولى، ليه قلنا الكيميكال ريجوليشن اوف ريسبريشن ده البيزك ميكانيزم؟ لان عن طريق الكيميكال ريجوليشن الريسبيراتوري ريت از ميد بروبورشنال تو ميتابوليك ريت. الريسبيراتوري ريت از ميد بروبورشنال تو ذا بودي نيدز. طيب تفتكر 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 الكيميكال فاكتورز الثلاثه دول هيأثروا في الريسبريشن عن طريق ريسبتورز. نسمي الريسبتورز اللي بتتاثر بثري كيميكال فاكتورز، اعتقد نسميها كيمو ريسبتورز. الكيمو ريسبتورز بتوع الريسبريشن نوعان، اللي موجودين في السنترال نيرفس سيستم اللي هم باللون الاحمر هنسميهم سنترال كيمو ريسبتورز، اما اللي موجودين بره السنترال نيرفس سيستم اللي هم برضو باللون الاحمر هنا بره السنترال، يبقى هنسميهم بريفورال كيمو ريسبتورز. يبقى الكيميكال فاكتورز الافكت بتاعهم ميدييتد عن طريق سنترال كيمو ريسبتورز في السنترال نيرفس سيستم او بريفورال نيرفس سيستم بره السنترال نيرفس سيستم. وانا قلت لك التهيؤ الذهني، المينتال سيت، كل حاجه هقولها في ثلاث نقاط. فنبتدي بالسنترال كيمو ريسبتورز. السايت مكانها فين؟ بليف مي يا اولاد، انا بحط لها في الرسمه وبعدين اتكلم، يعني انا عارف مكانها فين وبعدين بوصف اللي انا شايفه. الاول عاوز اقول لكم معلومه مهمه جدا، ان البرين ستيم اللي هو جذع المخ اللي بيشيل المخ، هواش زي ما بيتصور ناس كثيرون ان هو
بيربنديكولار كده، انما هو نازل عامل كده قدام شويه، ده البرين ستيم، الجزء بتاع المخ عامل كده، وعليه عنده فنترال سيرفيس وعنده دورسال سيرفيس، يعني ما هوش عامل كده. اول مره انا عارف دكاتره كتير مش واخدين بالهم منها، ان البرين ستيم ما هوش عمودي على البرين، انما عامل بالمنظر ده، وعليه له دورسال سيرفيس وله فنترال سيرفيس. دلوقتي احنا ده السنترال كيمو ريسبتورز، اوصفه يبقى موجود فين؟ السايت، في الابر بارت اوف ميدالله، في الاعلى الميدالله، هو الابر بارت اوف ميدالله، ان ده ميبرين بونز ميدالله، هو في الابر بارت اوف ميدالله، بنيث تحت الفنترال سيرفس، لان ده الدورسال سيرفس، هو تحت الفنترال سيرفس، كلوز باي يعني جنب الريسبيراتوري سنترز اهو، الدورسال والفنترال ريسبيراتوري جروبس، but separate from them، يعني مش جزء منهم. يبقى السايت قلنا فيه المعلومات الاتيه، عد معايا، قلنا ان هو في الابر بارت اوف ميدالله، تحت الفنترال سيرفيس، مجاور ولكنه سيبريتد، منفصل عن الريسبيراتوري سنتر. دي كانت الجمله الاولى. الجمله الثانيه وهي اهم جمله في الموضوع، ان السنترال كيمو ريسبتورز لا تتاثر سوى بال، افتح ودانك، السي او 2 البريشر اوف كاربون دايكسايد، يبقى السي مع السي، ما تنساهاش مع حيات، السنترال كيمو ريسبتور ار ستيميوليتد باي السي او 2 البريشر اوف كاربون دايكسايد الذي يمثل، خد بقى الجمله الثانيه رهيب، 85% من الريسبيراتوري درايف، يعني نفسك شغال 85% من اللي بيدرايف، من اللي بيقود النفس، هو الكربون دايكسايد على السنترال كيمو ريسبتورز. الكربون دايكسايد مينلي على السنترال كيمو ريسبتورز. يبقى ده النقطة الثانية. النقطة الثالثة الميكانيزم. لما بيزيد البريشر اوف كربون دايكسايد في الارتيريال بلاد، ازاي بيستيميليت الريسبيريشن؟ الإجابة indirectly، بطريقة غير مباشرة. via عن طريق هيدروجين اينز. ليه؟ لان السنترال كيمو ريسبتور دي، بقولها للزملاء الاصغر سنا، كتير منهم مش عارفين المعلومه دي، السنترال كيمو ريسبتورز اكت از هيدروجين ريسبتورز، بتشتغل از هيدروجين ريسبتورز. تعال نشوف ازاي بيشتغل indirectly. تابع النقاط الاتيه. لما البريشر اوف كاربون دايكسايد بيزيد في الارتيريال بلاد، اللي رسمه ده الارتيريال بلاد حتى باللون الاحمر اهو، لما البريشر اوف كاربون دايكسايد يزيد في الارتيريال بلاد زي اللي بيحدث في الاكسرسايز ده، بيكروس البلاد برين بارير، في بارير اهو اللي هو رسمه، بيفصل البلاد عن البرين، فنسميه بلاد برين بارير، بي بي بي، بلاد برين بارير. لما هيدخل جوه البرين الكربون دايكسايد هيدوب مع الميه بتاعت سيريبروسبينال فلويد بمساعدة الكربونيك انهيدريز انزيم، أبسط تفاعل في الجسم وأهم التفاعلات في الجسم. إن الكربون دايكسايد لما يزيد في الأرتيريا بلاد خطوة أولى، هيكروس البارير خطوة تانية، هيبقى هيدريتد، يعني يدوب في المية بتاعت السيربروسبينال فلويد بمساعدة الكربونيك انهيدريز، يدي كربونيك أسيد. هذا الكربونيك أسيد الخطوة اللي بعد كده هيبقى ديسوشيتد لهيدروجين وباي كربونيت، هيبقى ديسوشيتد لهيدروجين وباي كربونيت. اللي هيعمل استيميليشن للسنترال كيمو ريسبتورز هو الهيدروجين اين، انها اكتس از هيدروجين ريسبتورز. يبقى تاني، لما الكربون دايكسايد هيزيد في الارتيريال بلاد خطوه اولى، هيكروس البلاد برين بارير خطوه تانية اللي هو البي بي بي، هيبقى هايدريتد يعني هيدوب في الميه بمساعده الكربونيك انهيدريز يدي كربونيك اسيد خطوه ثالثه، ديسوشيتد لهيدروجين وباي كربونيت خطوه رابعه، اللي هيستيميليت السنترال كيمو ريسبتور هو الهيدروجين اينز. يبقى دي الثلاث نقاط بتاعت السنترال كيمو ريسبتورز. نقولهم تاني في عجاله. السايت، قول معايا، بص للرسمه وقول معايا، انت قاعد على رسمه قصادك نص ساعه فبتحفظها صم. انا كنت قلت لكم التعبير، انا ان اغمضت العين رايتها خلف الجفون. طبعا انا ما كنتش بتكلم على المذكره معايا، بس يعني انا هخلي التعبير دلوقتي كانه على المذكره، اللوحه اللي قصادي، انا ان اغمضت العين رايتها خلف
الجفون. فنقولها مع بعض. يبقى السنترال كيمو ريسبتورز الجمله الاولى السايت بتاعها فين؟ اوصف اللي انت شايفه في الابر بارت اوف المظله بينيث ذا فنترال سيرفيس كلوز باي جنب ريسبيرتوري سنتر بس سيبريت فروم ذم. طب تاني جمله وهي الاهم الاستيمولس السنترال كيمو ريسبتور ستيميليتد فقط بالكربون دايكسايد بالسي او 2 السنترال بالسي او 2 سي مع السي نيفر فورجيت ذيس. دي اهم جمله في الموضوع السنترال بالسي او 2 بريشر اوف كربون دايكسايد الذي يمثل 85% اوف ريسبيرتوري درايف. طب الميكانيزم اندايركت عن طريق الهيدروجين اين وشرحناها لما البريشر اوف كربون دايكسايد بيزيد في الارتيريا بلاد خطوه اولى هيكروس البلاد برين بارير خطوه ثانيه هيبقى هيدريتد يدي كربونيك اسيد خطوه ثالثه ديسوشيتد لهيدروجين بايكربونيت خطوه رابعه الهيدروجين اين هيستيميليت سنترال كيمو ريسبتور خطوه خامسه واخيره. هنا الاوائل لابد انك تعقب تعقيبين. يبقى اهم حاجه بتشغل النفس 85% من ريسبيرتوري درايف هو بالكربون دايكسايد عن طريق الهيدروجين اينز. فمن عظمه الخلق والخالق ان لو الهيدروجين اين ده كان حصل له بافر جوه السيربرو سباين فلويد يبقى فقدنا المين ستيمولس فور ريسبريشن. عشان كده ربنا خلى السيربرو سباين فلويد فيها كمية بروتينز قليلة جدا 20 ميلي جرام لكل 100 سنتي سيربرو سباين فلويد مقارنة بالبلازما بروتينز البروتينز اللي في البلازما اللي كانوا 7 جرام يعني 7000 ميلي جرام في كل 100 سنتي. يبقى شوف المقارنة تفهمك ليه ربنا خلى السيربرو سباين فلويد سائل المخ والنخاع في كمية بروتينات قليلة جدا عشان ما تعملش بافر للهيدروجين اين اللي هو المين ستيمولس المين درايف للريسبريشن اللي بيعمل ستيميليشن ريسبريشن اللي بيخلي الريسبريشن شغالة. لو اتعادل يبقى ما فيش ستيمولس السنترال كيمو ريسبتور يبقى النفس مش هيشتغل. فربنا خلى السيريبرو سبينال فلويد فيها يلا قول الرقم 20 ملي جرام لكل 100 سنتي مقارنة بالبلازما بروتين اللي هم 7 جرام يعني 7000 ملي جرام لكل 100 سنتي. نوت تانية صغيرة تبقى عارفها طالب ذكي جدا قال لي يعني الكربون دايكسايد اوف ارتير بلاد بيستيميليت السنترال كيمو ريسبتورز اندايركتلي عن طريق انه بيدي هيدروجين اين؟ قلت له اه. قال لي طيب الم يكن من الاولى ان الهيدروجين اينز اوف ارتيريال بلاد هي اللي تستيميليت السنترال كيمو ريسبتور؟ اذا كان الكربون دايكسايد بيستيميليت بالهيدروجين اين طب من باب اولى الهيدروجين اين اوف ارتيريال بلاد هي اللي تعمل ستيميليشن. الاجابه سهله جدا للاوائل. The hydrogen ions of arterial blood cannot cross the blood brain barrier. دي كانت المجموعة الثانية. نيجي المجموعة الثالثة اللي هما البريفرال كيمو ريسبتور. قلت كل مجموعة فيها كام؟ المنتال ست هي زيني ثلاث نقط. نيجي السايت. البريفرال كيمو ريسبتورز موجودة فين؟ افهم الرسمة دي الأول. ده الأرش في أورطة يا أولاد. طالع منه يمين وشمال فيسل مهمة جدا ورايحة للمخ اسمها كومون كاروتيد. كومون يعني مشترك. ليه؟ لأن كل كومون كاروتيد بينقسم إلى تو برانشز. واحد يمشي من بره المخ اسمه اكسترنال كاروتيد. واحد فيه انتفاخ يدخل جوه المخ ويغذي المخ اسمه انترنال كاروتيد. في انتفاخ اسمه كاروتيد ساينس. في كومون كاروتيد يمين وكومون كاروتيد شمال. البريفرال كيمو ريسبتورز يا اولاد جسيمات بوديز قد بالظبط الحمص مش الشامي الكبير الحمص المصري الصغير. فعندنا تو كاروتيد بوديز عند نقطه التفرع بتاعه الكومون كاروتيد اللي هم يسموها باي فوركيشن. يبقى كاروتيد بادي يمين وكاروتيد بادي شمال عند نقطه التفرع بتاعه الكومون كاروتيد عند البايفوركيشن.
كلمه مش صعبه يا اولاد بايفوركيشن. احنا واحنا اطفال لما كنا بنلعب وعاوزين كل واحد يجري في اتجاه كنا نقول فركيشه فركيشه. فهنا الكومون كاروتيد اتفركش لاثنين. فالكاروتيد باديز موجوده عند البايفوركيشن اوف كومون كاروتيد، واحده يمين واحده شمال. بعد كده في الارش اوف ذا اورتا في تو اور مور، يعني مش لازم يبقوا تو اورتيك باديز، تو اور فيو اورتيك باديز. يبقى دي اماكن البريفرال كيمو ريسبتورز. يبقى في حمصه هنا عند نقطه التفرع بتاعه الكومن كاروت، قلنا في واحد بيمشي من بره واحد من جوه، واحده عند البايفوركيشن بتاع الكومن كاروت يمين، واحده عند البايفوركيشن بتاع الكومن كاروت شمال. دول الكاروتيد باديز. وفي الارش اوف الاورتا هنا موجود تو اور مور اورتيك بادز. طب لطالب ذكي قال طيب السنترال كيمو ريسبتور كلوز باي جنب ريسبيراتوري سنتر، يبقى سهل جدا تاثر على الريسبيريشن. لكن البريفرال كيمو ريسبتورز دي بعيده عن الريسبيراتوري سنتر، يبقى لازم يبقى في نيرفس كونكشن. فالكاروتيد بادز متصله بالجلوسوفارنجيال نيرف اللي هو نمره 9 والبرانش اسمه هيرينج نيرف، فاكر الهيرينج بروور. اما الاورتيك بادز متصله بالريسبيراتوري سنتر عن طريق عصب اسمه فيجاس نيرف اللي هو العصب رقم 10، والاثنين مع بعض 9 و10 الجلوسوفارينجال والفيجاس بيسموهم بافر نيرفز. حتى طالب قال لي انت عاوز تفهمنا ليه سموهم بافر نيرفز؟ لان في السيركوليشن يا اولاد نفس العصبين دول اللي هم 9 و10 الجلوسوفارينجال والفيجاس متصلين بريسبتور ثانيه هناخدها في السيركوليشن وظيفتها انها بافر تو بافر changes in arterial blood pressure، تمنع التغيرات في الارتيريال blood pressure. فعشان كده سموهم buffer nerves. انا عاوز اعلمكم حاجه كويسه يا اولاد، قاعده جميله جدا هتفيدكم في حياتكم ما حييتم باذن الله. ان انا قلت قاعده حلوه قوي، لو قلت لي مكان الريسبتور اقول لك النيرفس كونكشن بتاعه، بس تقول لي مكان الريسبتور. فأي ريسبتور يا أولاد في الهيد بيبقى متصل بعصب اسمه تراي جيمينال اللي هو نمرة 5. أي ريسبتور في النك متصل بعصب نمرة 9 جلوسوفارينجي. أي ريسبتور في الثوركس أو الأبدومين متصل بالعصب الفيجاس اللي هو نمرة 10. حتى هتبقى الحفظ سهل يا أولاد، بترتيب 5 9 10. اي حاجه في الهيد تبقى 5 تراجيمينال، في النك تبقى 9 جلوسوفارينجيال، في الثوركس والابدومين يبقى 10 اللي هو الفيجاس. وتعالى نطبق ده على اللي خدناه. احنا قلنا الكاروتيد باديز هنا يبقوا في النك، يبقى دول بالجلوسوفارينجيال، يبقى القاعده ماشيه حلو. بينما الاورتيك باديز جوه الارش اوف ذا اورتا هنا، واحنا قلنا ده بيبقى سبلاي ب 10 نمره اللي هو الفيجاس. يبقى اي ريسبتور، يعني عارف لما اقول لك قل لي من اصدقائك اقول لك من انت، انا بقولها بطريقه ثانيه، قل لي موضع الريسبتور اقول لك العصب. لو قلت لي فين الريسبتور هقول لك العصب. في الهيد يبقى 5، في النك يبقى 9، في الثوركس والابدومين يبقى 10. قاعده لا شذوذ لها، معلومه قيمه قوي هتفيدكم في حياتكم. انت شوف فين الريسبتور يبقى عرفت العصب بتاعه. فهنا الكاروتيد بادز في النك يبقى نمره 9، الاورتيك بادز في الثوركس يبقى نمره 10، والاثنين مع بعض لان هم متصلين بريسبتور اخرى بتبفر تشينجز في ارتيريال بلاد بريشر فسموهم بفر نيرفز. طيب يبقى اتعلمنا السايت بتاعهم والنيرفس كونكشن. السايت قلنا تو كاروتيد بادز عند البايفوركيشن وتو اور مور اورتيك بادز في الارش اوف ذا اورتا. دول النقطه الثانيه النيرفس كونكشن اللي هو البافر نيرفز،
دول متصلين بالجروسو فارينجال ودول بالفيجس. طب نيجي للستيمولس بقى، عشان ما تنساش كنا قلنا السنترال بحرف السي استيميليتد بال سي او 2 بس. حتى انا اهو شايف حب الرسم قوي، جايب لك خط بس من الكربون دايكسايد رايح للسنترال كيمو ريسبتور، انما البريفرال كيمو ريسبتورز استيميليتد، بص للرسمه، بالثري كيميكال فاكتورز، بالثلاثه، بات مينلي باي decrease the pressure of oxygen below للاوائل 60 مليمتر مربع. وانا ما عشقت مثل عشق النظام وبحب الرسم قوي يا اولاد، فهنا لو طالب فاهمين بعض شايفني راسم ثلاث خطوط من الكربون دايكسايد والهيدروجين والاكسجين، بس مين اهم خط؟ اتقل خط الاكسجين. يبقى البريفرال كيمو ريسبتور استيميليتد بالثري كيميكال فاكتورز، لكن اساسا بنقص البريشر والاكسجين. وهنا بقى نقص البريشر اوكشن بيعمل ال 15% من الريسبيراتوري درايف اللي فاضله. يعني احنا قلنا الكربون دايكسايد هو المين ريسبيراتوري درايف، 85% من القوه الدافعه اللي بتشغل نفسك اللي بتخليك تتنفس الكربون دايكسايد 85%، بينما الاوكشن اللي يمثل 15%. يبقى دول الثلاث جمل بتوع البريفرال كيمو ريسبتور. السايتس تو كاروتيد بوديز وتو اور مور اورتيك بوديز متصلين ب 9 و10 لومار بافر نيرفز واستيميليتد بالثري كيميكال فاكتورز بات مينلي باي ديكريز ذا بريشر اوف اوكشن. طيب زي ما هناك كان في نوتس للاوائل، هنا في نوتس للاوائل لازم يقولوها. طالب يقول لي برضه مره تاني، انت عودتنا تفهمنا ليه هما استيميليتد بنقص البريشر اوكشن تحت 60 مليمتر مربع. اذكرك النورمال بريشر اوف كربون دايكسايد في الالفيولاي في الاوضه اللي انت قاعد فيها دلوقتي بتسمعني، والاوضه دي غالبا على السي ليفل على مستوى البحر، الضغط قلناه مليون مره 100 مليمتر مربع. ضغط الاوكشن الطبيعي في الالفيولاي في الارتيريال بلاد 100 مليمتر مربع. الريسبريشن مش هتبقى استيميليتد لما ضغط الاكسجين يقل عن 100، لازم يقل عن 60. طالب قال لي عودتنا فهمنا ليه لازم يقل عن 60 عشان يحصل ستيميليشن وريسبريشن. الاجابه يا اولاد فيري سمبل وهي صادق. فاكر في الاكسجين شيشن كيرف كنا قلنا عند ضغط 100 للاكسجين بيبقى نسبه تشبع الهيموجلوبين 97%، لحد 60 بيبقى نسبة تشبع الهيموجلوبين بالاوكسجين 90%. يعني ما فرقتش كتير. ليه؟ لان كنا قلنا عند اللانج لو كنت فاكر الكيرف بيمشي هوريزونتال. ليه؟ لان عند اللانج فيه هاي افينيتي، عند الهاي تنشن فيه هاي افينيتي. يبقى اذا لحد 60 البريشر اوكسجين نقص من 100 ل 60، لكن ما زال الهيموجلوبين نيرلي فولي ساتوريتد. يبقى ليه وهو فولي ساتوريتد استيميليت الريسبريشن واتعب نفسي؟ اذا كان برغم نقص البريشر من 100 ل 60 لم يتاثر الساتوريشن اوكشن باي درجه تذكر، نقص بس من 97 ل 90. لكن تحت 60 دخلنا في الستيب بارت اوف ذا كيرف، اي انخفاض في التنشن هيعمل انخفاض ضخم في الساتوريشن. عشان كده لو نقص ضغط الاكسجين تحت 60 يبقى الهيموجلوبين ساتوريشن هيقل جدا، يبقى لازم استيميليت ريسبريشن عشان املى الهيموجلوبين بالاكسجين. This is why للاوائل ان الريسبريشن مش استيميليتد بنقص البريشر اوكسجين، لازم تحت 60. طيب النوت الثانيه، ايه اهميه البريفرال كيمو ريسبتور؟ قلت الطالب مش فاهم معنى السؤال. قال انت قلت لنا ان السنترال كيمو ريسبتورز بحرف السي بتبقى استيميليتد فقط بالسي او 2 وده يمثل 85% من الريسبيراتوري درايف، يعني الاساس. طب ما كان كفايه قوي ربنا يكتفي بالسنترال كيمو ريسبتور ويشتغل عليها السي او 2 ده المين درايف اوف ريسبريشن، ليه في بريفرال؟ اذا كان السنترال هو الاهم وبالسي او 2
بيمثل 85% من درايف. الإجابة قصادك ثلاثية الأشواط. سنترال تيمو ريسبتور قلنا تتأثر فقط بالسي او 2 لكنها لا تتأثر بنقص البريشر اوكشن. فنقص البريشر اوكشن اللي هو الهايبوكسيا بيقدر فقط يستيميليت الريسبريشن عن طريق البريفيرال كيمو ريسبتور. البريشر اوف كاربون اوف اوكشن نقص البريشر اوكشن لا يؤثر على السنترال كيمو ريسبتور. واحد يقول فاهمنا اكتر. لو حضرتك طلعت في الهاي التيتيود فوق مرتفع ايه المشكله؟ ان في نقص في البريشر اوف اوكسجين، ضغط الاوكسجين قليل. طب مفروض احلها ازاي المشكله دي؟ ان الاوكسجين قليل اتنفس اكتر يحصل استيميليشن ريسبريشن. هذا ممكن فقط عن طريق البريفرال كيمو ريسبتورز والبافر نيرفز. واقولها لك بطريقه الطف، لو قطعت البافر نيرفز يبقى لغيت البريفرال كيمو ريسبتورز، لن تستطيع لا انت ولا غيرك اللي مقطوع له البافر نيرفز منك تمارس هوايه تسلق الجبال. تقدرش تطلع في الهاي التيتيود، لان في الهاي التيتيود ضغط الاوكسجين بيبقى قليل في هايبوكسيا، فلازم الريسبريشن يبقى ستيميليتد. الاكسجين لا يؤثر في السنتر انما بيؤثر في البريفر. ادي اول سبب ليه ربنا خلق البريفر. اثنين، كنا قلنا يا اولاد ان الهيدروجين اينز كان نوت كروس ذا بلاد برين بارير. طب التغيرات في الهيدروجين اين لما يزيد وبنسميها اسيدوزيس وده بيستيميليت الريسبريشن، واوبوزيت تشينجز لما يقل وبنسميها الكالوزيس وده بيعمل سلايت انهيبيشن. ازاي الريسبريشن تبقى ستيميليتد وانهيبيتد بالتغيرات في الهيدروجين اين الا لو كان في بريفرال كيمو ريسبتورز؟ لان الهيدروجين اينز كان نوت كروس ذا بلاد برين بارير. فدي تاني سبب. طب واحد يقول لي طب الكربون دايكسيد سبب التالت، ما هو اوريدي الكربون دايكسيد شغال على السنتر. لا، تعال نفكر. ايوه الكربون دايكسيد اساسا شغال على السنتر، لكن تعال نتخيل ان احنا في اوضه عمليات وعيان ادوله انستيجيا يعني تخدير، فالبنج زي ما بيخدر كل السنترال نيرفس سيستم بما فيه السنترال كيمو ريسبتور. اهي اديني غطيتها. يبقى العاني اللي واخد انستيجيا ان احنا خدرنا السنترال نيرفس سيستم عشان كده العاني اتخدر، وقفنا السنترال نيرفس سيستم بما فيه السنترال كيمو ريسبتور. وانت بتقول لي السي او 2 بيشتغل على سنترال كيمو ريسبتور، بس سنترال كيمو ريسبتور في الانستيجيا واقف، يبقى فرصه الكربون دايكسيد انها تستيميليت الريسبريشن في الحاله دي فقط على مين؟ على البريفرال كيمو ريسبتورز. يبقى لماذا خلق الله البريفرال كيمو ريسبتورز؟ افهم السؤال. برغم ان المين درايف اوف ريسبريشن هو الكربون دايكسيد اساسا على السنترال كيمو ريسبتور، اساسا السبيشن ماشيه بالكربون دايكسيد في الاحوال الطبيعيه على السنترال كيمو ريسبتور سي مع سي. طب ليه في بريفرال؟ مكتوبين قصادك ثلاث اسباب. عشان الهايبوكسيا بتقدر ستيميليت الريسبريشن زي الهاي التيتيود فقط عن طريق البريفرال. الهيدروجين اينز في الاسيدوزيس والالكالوزيس لا يؤثر غير على البريفرال لان الهيدروجين اين كان نوت كروس ذا بلاد برين بارير. طب السي او 2 بقى اللي بيأثر على السنترال؟ لو السنترال وقف بالانستيجيا يبقى فرصتك ان السي او 2 هيأثر فقط على البريفرال كيمو ريسبتورز. ونكمل معلومه هنا وهي قيمه. عيان واخد انستيزيا، يبقى حضرتك وقفت السنترال نيرفس سيستم بما فيه السنترال كيمو ريسبتورز، تمام؟ يبقى العيان دلوقتي اللي واخد انستيزيا واقف السنترال نيرفس سيستم بما فيه السنترال كيمو ريسبتور، يبقى شغال بمين؟ بالبريفرال كيمو ريسبتور. اللي هو مين المين ستيمولس ليهم؟ نقص البريشر اوف اوكسجين. وعليه لطبيب تخدير واعي نابه فاهم فيسيولوجي ادى العيان انستيزيا يبقى وقف سنترال كيمو ريسبتور. يبقى العيان بتاعه دلوقتي شغال بالبريفرال، المين ستيمولس بتاعه نقص البريشر اوف اوكسجين. يبقى لا يصح ان يديله ماسك اوكسجين، لان لو اداله ماسك اوكسجين يبقى علل الاوكسجين،
في حين البريفرال بتشتغل افهم افهم مش بالاكسجين، مش عاوز غباوه، بتشتغل بنقص البريشر اوكسجين. يبقى لما تدي العيان اكسجين زائد انستيزيا يبقى الانستيزيا وقفت السنترال، والاكسجين اللي عليته بالماسك وقف البريفرال لانها بتشتغل مش بالاكسجين، بنقص البريشر اوكسجين. الدايفرس يقف خالص والعيان يتوفاه الله. طب واحد يقول لي طب هل بتوع البنك بتوع التخدير بيدوا انستيزيا وماسك اوكسجين؟ دي مش عليك، بس اقول لك اه بيعملوا كده، بس فاهمين ان وانس ادى انستيزيا يبقى وقف سنترال. الانستيزيا بتوقف ال سنترال، ولما ادى اوكسجين وقف ال بريفرال. طيب النفس واقف، يبقى لازم يحط هذا المريض تحت تنفس جهاز تنفس صناعي. بيعملوها اه، بس فاهمين فيسيولوجي، يدوا انستيزيا توقف سنترال، ادوا اوكسجين وقف البريفرال، لازم العيان ده يتحط اندر ارتفيشال ريسبيرومتر. طيب يبقى عشان ما نتوهش قلنا مقدمه من ثلاث نقاط ان الريسبيريشن ستيميليتد بثلاث حاجات عكسهم يعمل سلايت انهيبيشن، وبالطريقه دي الريسبيراتوري ريت از ميد بروبورشن تو ميتابوليك ريت. ادي اول ثلاث نقط. ثم اتكلمنا على ثلاث نقط في السنترال كيمو ريسبتور، السايت فين اهو وتوصفه، الاستيمولس السنترال دي اهم نقطه في الموضوع اساسا بالسي او 2 ده 85%، والميكانيزم اندايركتلي عن طريق الهيدروجين اين. ثلاث نقط. ثم جينا البريفرال كيمو ريسبتور، ثلاثه قلنا السايت، تو اورتيك تو كاروتيد بوديز عند البايفوركيشن، تو اور مور اورتيك بوديز في الارش في الاورتا. ادي اول نقطه، لانهم بعاد يبقى لازم يبقى في نيرفز بافر نيرفز 9 و10 والاستيمولس بالثلاثه باب ميلي باي ديكريز بريشر اوكسجين. يبقى عملنا ثلاث مجموعات كل نقطه فيها، كل مجموعه فيها ثلاث نقاط مع عشق مثل عشق النظام. طالب بقى من الاوائل فاضل لك 3 نوتس، يعني اقولها لك بطريقه لطيفه قوي. يبقى انت قلت مقدمه من ثلاثه، وبعدين اتكلمت على البريفرال في ثلاثه والسنتر في ثلاثه، وبعدين تعقيب في ثلاث نقط، حتى الثلاث نقط سهلين. تعقب لي على الثلاثه كيميكال فاكتورز، على الاوكسجين لاك وعلى السي او 2 اكسس، الاوكسجين لاك، الاوكسجين لاك، اوكسجين لاك والسي او 2 اكسس والهيدروجين اين كونسنتريشن. نبتدي بالاوكسجين لاك. انا قلت وبقول وهقول يا اولاد ان ربنا خلق الريسبريشن اساسا تو ريموف الكربون دايكسايد، ذن تو ريموف الكربون دايكسايد، ذن تو ريموف الكربون دايكسايد، ذن تو سبلاي اوكسجين. يبقى الاهم هو الكربون دايكسايد، عشان كده جمله مهمه جدا في الام اس كيو، الاوكسجين لاك از ويكر ستيمولس ذان سي او 2 اكسس، يعني نقص الاوكسجين اضعف من زياده الكربون دايكسايد. وده ليه؟ الاجابه سهله جدا، لانه الاوكسجين لاك بص ما بيشتغلش غير على البريفرال كيمو ريسبتورز، بينما السي او 2 اكسس بيشتغل على السنترال والبريفرال. تمام. طب واحد يقول لي طب قول لنا انت بتقول لنا ان المين درايف اوف ريسبريشن هو كاربون دايكسايد بيمثل 85% من الريسبيراتوري درايف. طب ال 85% من الريسبيراتوري درايف بالكاربون دايكسايد دول معظمهم على السنترال ولا على البريفرال؟ لو اعتبرت ال 85% دول 100% يبقى 70% منهم على السنترال و 30% منهم على البريفرال كيمو ريسبتور. يبقى تاني السي او 2 اعتبرني هكتب هنا 85، يمثل 85% من القوة الدافعة للريسبريشن، كاربون دايكسايد، الاوكسجين 15، يبقى السي او 2 85 والاوكسجين 15. ال 15 بتوع الاوكسجين كلهم على البريفرال، الاوكسجين لا يعمل غير على البريفرال. بينما ال 85 بتوع الكاربون دايكسايد بيشتغلوا سنترال ثم سنترال ثم سنترال ثم بريفرال. 70% من ال 85 سنترال و 30% من ال 85% على البريفرال.
يبقى سهل. يبقى مين المين درايف اوف ريسبريشن؟ كاربون دايوكسيد 85%. معظمهم فين؟ على السنتر. 70% من 85 على السنتر. I hope I'm clear and I'm always clear. طب طالب سألني هو ليه الأكسجين لاك أضعف من CO2؟ قلت له احنا لسه قايلين واحدة من فيهم، إن الأكسجين لاك بيشتغل على البريفرال فقط، بينما الكربون دايكسايد هو الوحيد اللي بيشتغل على السنترال ثم سنترال ثم سنترال آن بريفرال. تاني حاجة في الشفر، إن الأكسجين لاك ضعيف ليه يا ولاد؟ لانه لو انا تعرضت للاكسجين لاك هايبوكسيا هعمل ايه؟ ستيميليشن ريسبيريشن عشان اجيب اكسجين. طب ما الاستيميليشن ريسبيريشن ده بيوش الكربون دايكسايد، فبيقلل الكربون دايكسايد اللي هو المين ستيمولس للريسبيريشن، فتلاقي الهايبوكسيا ناقص الاكسجين بيحاول يستيميت ريسبيريشن، لكن في محاولته ان يستيميت ريسبيريشن عمل وش الكربون دايوكسيد ناقص السي او 2، فالسي او 2 راح موقف الريسبيريشن. يعني اجهد محاوله الاكسجين من السي او 2 اقوى. يبقى الاكسجين اضعف لسببين، لانه بيشتغل على البريفرال بس، ولانه لما بيحصل هايبوكسيا وستيميليشن اوف ريسبيريشن لسوء الحظ الاستيميليشن اوف ريسبيريشن اللي بيحصل ده بيوش الكربون دايوكسيد، بينقص كربون دايوكسيد والكربون دايوكسيد اقوى فبينهبت الريسبريشن، يبقى ضايع تأثير الهيبوكسيا. طالب قال لي طب دي أدلة لطيفة جدا، لكن أنا عاوز أدلة دامغة. قلت له عاوز دليل دامغ؟ الأرقام لا تكذب. تعال أوريك دليل بالأرقام، والأرقام لا تكذب. إحنا قلنا يا أولاد في هنا لازم تحفظ لي أربع أرقام. إن الأكسجين لو نقص من 100 ل 70 مليمتر ميركوري نو إفكت، وفهمناها ليه؟ لأنه بنبقى ما زلنا في ال... فاكرين كنا قلنا بيبقى في ال... في ال... في ال... أهي إن الساتوريشن الأكسجين ما بتنخفضش حاجة تذكر، بيبتدي ينخفض لو وصلت 60. فلو نزل الاكسجين ل 60 من 100 ل 60 الفنتيليشن بيبقى دبل. كل واحده منها سؤال ام اس كيو، يعني لحد 60 مفيش افكت، الاكسجين نقص من 100 من 100 ل 70 ما حصلش حاجه، لما نزل ل 60 وصلنا للستيب بارت الفنتيليشن بقى دبل. طب لو نزل ل 30 ده الماكسيمم، الهايبوكسيا تعمل استيميليشن للفنتيليشن 6 تايمز، وده اقصى ما يمكن ان يحدثه نقص الاكسجين. طب واحد قال لي طب افرض نزل ضغط الاكسجين عن 30 بقى 20 مثلا، اهي النقطه الرابعه، هيحصل ايه؟ الشيء اذا زاد عن حده انقلب الى ضده. تصور لو نزل تحت 30 الريسبيريشن مش بس ما تبقاش استيميليتد، ده تبقى انهيبيتد. طب قال لي فهمنا ليه؟ فكر معايا، هو الريسبيراتوري سنترز دي اسمنت ولا خلايا عصبيه نيرونز؟ قال لي طبعا نيرونز. قلت له يعني خلايا عصبيه، يبقى خلايا. قال لي الخلايا عشان تشتغل عاوزه اكسجين، فلو نقص ضغط الاكسجين في الدم تحت 20 الخلايا العصبية بتاعت الريسبيراتوري سنتر مش هتلاقي الروحة أكسجين عشان تشتغل، فالريسبريشن هيبقى انهيبيتد. يبقى تعلمنا في الأكسجين لاك أربع نقط في الإم إس كيو، إن لو نقص ضغط الأكسجين من 100 إلى 70 نو إفكت على الريسبريشن، وأنتوا بس اللي فاهمين ليه؟ لأن ده لم يؤثر على البرسنتج ساتوريشن في موجلم، اللي موجلم ما زال نيرلي فولي ساتوريتد، يبقى هي استيميليت ريسبيريشن والهيموجلوبين محمل زي الفل بالاكسجين. النقطه الثانيه، لو نزل ل 60 يبقى قربنا من الستيب بارت، الفنتيليشن يبقى الدبل الضعف. طب اقصى حاجه لو نزل ل 30 يبقى 6 تايمز. طب تحت 30 20 مثلا يبقى انهيبيتد. تعال بقى اتفرج في السي او 2 اكسس، في عندنا رقمين فقط. نسبة CO2 في الأوضة اللي حضرتك قاعد فيها دلوقتي كام؟
طالب قال لي ما فيش سي او 2، قلت له تقريبا، لان نسبه سي او 2 في الغرفه اللي حضرتك قاعد فيها 4 من 100%، يعني تقريبا ما فيش. لنفرض ان الغرفه اللي حضرتك فيها ارتفع فيها السي او 2 الى 3%، من 0 ل 3%، الفنتيليشن هيبقى دبل. بينما لو ارتفع ل 10% الفنتيليشن هيزيد 10 تايمز، حتى رقم لا ينسى. بقى لو ارتفع السي او 2 في الغرفه ل 10% الفنتيليشن هيبقى 10 تايمز، يبقى 100% السي او 2 بالارقام، والارقام لا تكذب، اقوى من الاوكشن. لان اقصى ما احدثه الاوكشن انه يزود النفس 6 مرات لما نزل 30 ملم مركب. اقصى حاجه الاوكشن يزود 6 مرات بس لما ينزل 30 ملم مركب. بينما السي او 2 لو وصل 10 زودها 10 مرات. يبقى بالارقام مش بس بالادله، مين الاقوى؟ الكربون دايكسايد. وانت فاهم ليه؟ لانه ده بيشتغل سنترال وبريفرال، انما الاوكشن بريفرال بس. دي الارقام تيجي كلها في الام اس كيو. نيجي ثالث نوت. طب اتكلمنا على الفنتيلاتوري ريسبونس تو اوكشن لاك، الاستجابه لنقص الاوكشن. اقصى حاجه لما ينزل 30 يزيد 6 مرات. واتكلمنا على الفنتيلاتوري ريسبونس تو كربون دايكسايد، اقصى حاجه لما يبقى في الغرفه 10% يزيد 10 مرات. وعندي تعقيب جميل هنا. ده 10 مرات يا اولاد، هو ليه زاد 10 مرات؟ يعني ليه ما زادش مثلا 40 مره؟ لان 10 مرات ده بدايه الماكسيموم بريدنج كاباسيتي. يعني هو زود الاسبريشن تو اتس ماكسيموم. الماكسيموم بريدنج كاباسيتي بدايته 10 مرات النورمال فنتيليشن. الماكسيموم بريدنج زود 10 مرات، فهو وصلها لك للماكسيموم. عاوز ايه اكتر من كده؟ 10 مرات لما زاد السي او 2 10%. بينما الاوكسجين لما نقص ل 30 اقصى ما يمكن يحدث زوده 6 بس، وتحت 30 عمل انيبيشن. نيجي نتكلم بقى على الهيدروجين اين. فنتيلاتوري ريسبونس تو هيدروجين اين. وهنا انا لاهميتي عاملها في صفحه خاصه بيها يا اولاد اهي. عن موضوع الالكالوزيس والاسيدوزيس انا هشرح ناحيه ببطء شويه والناحيه الثانيه بسرعه لانها مجرد العكس. موضوع الاسيدوزيس والالكالوزيس هشرحه لك بالتفصيل باذن الله في العام القادم في الكدني، انما هناخده النهارده في عجاله، الاسيدوزيس والالكالوزيس. خد بقى معلومات قيمة جدا في موضوع من أخطر مواضيع في الطب، لأن الحياة ممكنة في حدود ضيقة من التغير في البي اتش. فالأسيدوزيس، الهيدروجين أين، أول معلومة يا أولاد يلا. مين البرايمري ديتيرمنت أوف هيدروجين أين كونسنتريشن إن يور بادي؟ ده سؤال مهم أوي. مين اللي بيحدد البي اتش؟ مين اللي بيحدد الهيدروجين اين كونسنتريشن في جسمك؟ تفتح ودانك؟ The primary determinant of hydrogen ion concentration is، افتح ودانك، دي كاربون دايكسايد. يبقى اهم حاجه تحدد الهيدروجين اين هي الكاربون دايكسايد. تاني معلومه، لان الهيدروجين اين كونسنتريشن في جسمك دايركتلي بروبورشنال تو كربون دايكسيد ان فيزيكال اوفر كربون دايكسيد ان كيميكال. كربون دايكسيد ان فيزيكال ويمثل البريشر اوف كربون دايكسيد، لان السي او 2 المذاب بيعمل بريشر. وكربون دايكسيد ان كيميكال ويمثل اهم صوره للكربون دايكسيد ان كيميكال هي البايكربونات. يبقى اتعلمنا جملتين تاريخيتين، ان البرايمري ديتيرمنت اوف هيدروجين اين اوف بي اتش اوف ذا بودي از كربون دايكسايد. ثاني معلومه، ان الهيدروجين اين كونسنتريشن في جسمك دايركتلي بروبورشن تو كربون دايكسايد ان فيزيكال اوفر كربون دايكسايد ان كيميكال، ذات از بريشر اوف كربون دايكسايد اوفر بايكربونات. ثالث معلومه، ان الاسيدوزيس في ابسط صورها لا تعني سوى
increased hydrogen ion concentration. بتالت معلوم الاسيدوزس معناها زادت الهيدروجين ايون. وعليه يمكن ان يتاتى ذلك لواحد فاهم باحدى طريقتين، من واقع المعادله اللي اتفقنا عليها ان الهيدروجين ايون بيتناسب مع البريشر في كربون دايكسايد على البايكربونات، يبقى ممكن الهيدروجين ايون ده يزيد بطريقتين، يا تزود اللي فوق اللي هو البريشر في كربون دايكسايد، يا تنقص اللي تحت المقام اللي هو البايكربونات. مفيش من واقع المعادله، مفيش في الدنيا غير طريقتين. عشان كده بقى الاسيدوزيس يا ولاد نوعان، نوعان لا ثالث لهم، نوع سببه زياده البريشر في كربون دايكسايد، ونوع سببه نقص البايكربونات. طب هو مين يا ولاد مفروض يظبط البريشر في كربون دايكسايد؟ الريسبيريشن. طب عليه امتى يزيد؟ لو حصل اي مرض، اي مرض في الريسبيريشن ادى الى هايبو فنتيليشن، يعني فالسي او 2 يزيد جوه جسمي فيحصل لي اسيدوزيس. يبقى هذا النوع من الاسيدوزيس، ركز معايا بذكاء، لازم يبقى سببه خلل في الريسبيريشن، وهذا الخلل، هذا الخلل في صوره هايبو فنتيليشن. عشان كده سموه ريسبيراتوري اسيدوزيس. فهمت جه منين الاسم؟ لانه لازم يبقى سببه خلل في الريسبريشن وفي صوره هايبو فنتيليشن. وهناخد السنه الجايه بقى مجموعه من الخلل ده، هاخدها لكم الاول السنتر والنيرز والمسل والكيج واللنج. السنتر بتاع الريسبريشن ديبريس فحصل هايبو فنتيليشن، النيرز بايظه، المسلز بايظه، الكيج بايظ، اللنج بايظ. هناخدها السنه الجايه باذن الله. طب تاني سبب يزود الهيدروجين اين ان يقل اللي تحت البايكربونات. ده هذا البايكربونات يا اولاد اسمه افتح ودنك، الكالي ريزيرف، الاحتياطي القاعدي في الجسم. يبقى ايه اللي يقلله؟ افتح ودنك، ايرور في الميتابوليزم، خلل في الميتابوليزم يؤدي الى اوفر برودكشن اوف اسيدز، يطلع اسيدز كتيره فتتحد مع الاحتياطي القاعدي اللي هو البايكربونات تقلله. يبقى خلل في الايه؟ في الميتابوليزم. عشان كده سموه ميتابوليك اسيدوزيس. ميتابوليك اسيدوزيس ده الكوز يا اولاد، اهو الكوز. ولان الحياه ممكنه في حدود ضيقة من التغير في الهيدروجين آين، فكان لابد للجسم أن يسعى جاهدا لإرجاع الهيدروجين آين باك تو نورمال، اللي هو السهم الأحمر. يبقى السهم الأسود اللي طالع لفوق ده الكوش، ده الخلل. السهم الأحمر ده التصليح. طب إزاي نصلح رياضيا؟ وأنا قلت لكم إن أنا أول ما دخلت فنية عسكرية ممكن تركب رياضة، 1+1=2. معرفش الشرح اللي هو الهميوني ده الانشائي. عشان تصلح اي نسبه، اذا اللي فوق زاد تزود اللي تحت، اذا اللي تحت نقص تنقص اللي فوق اللي هو اللون الاحمر. يعني ببساطه ان تحدث، افتح ودنك، تغير مماثل في الشق الاخر من النسبه فتستقيم النسبه. ما هو لو الاثنين زادوا يبقى النسبه زي ما هي، الاثنين قلوا يبقى النسبه زي ما هي. يبقى فكره الكومبنسيشن التصليح ان نحدث تغير مماثل في الشق الاخر بالنسبه لتستقيم النسبه. فاذا كان السبب في الريسبيراتوري اسيدوزيس زياده البريشر في كربون دايكسايد، يبقى عشان الهيدروجين يقعد نورمال الكليه تزود البايكربونات في الدم، الكليه تعمل ري ابزوربشن بايكربونات للدم، الكليه تمنع الاكسكريشن بايكربونات، ويسموا ده رينال كومبنسيشن. اما اذا كان السبب في الميتابوليك اسيدوزيس نقص البايكربونات، ففي الحاله دي عشان اصلح النسبه
يبقى ننقص كمان البريشر اوف كاربون دايوكسيد اللي هو مهم في مين بقى البريشر اوف كاربون اللنج. يبقى اللنج تعمل هايبر فنتليشن عشان توش الكاربون دايوكسيد وتنقصه. يبقى في هذه الحاله اللي صلح هو الرئه فنسمي ده ريسبيراتوري كومبنسيشن وبيبقى في صوره هايبر فنتليشن. واللي ما فهمنيش كويس مع الاسيدوزيس او فهمني كويس وعاوز يراجع تاني، تعالى بدل ما نراجع الاسيدوزيس نقول نفس الكلام مع الالكالوزيس بس معكوس. الجمله الاولى فاكرها، مين البرايمري ديترمنت اوف هيدروجين ايون كونسنتريشن؟ كاربون دايوكسيد. الجمله الثانيه ان الهيدروجين ايون كونسنتريشن دايركتلي بروبورشنال تو كاربون دايوكسيد ان فيزيكال اوفر كاربون دايوكسيد ان كيميكال. That is pressure of carbon dioxide over bicarbonate. لأن الكربون دايوكسيد in physical هو الذي يحدد the pressure of carbon dioxide. والكربون دايوكسيد in chemical أهم صورة لي هو البيكربونات. طب الجملة الثالثة. طيب ما هي الألكالوزيس في أبسط صورها؟ الألكالوزيس تعني decrease the hydrogen concentration in blood. وحسب المعادلة رياضيا ممكن انقص الهيدروجين in blood بإحدى طريقتين، يا نقص اللي فوق اللي هو البريشر اوف كاربون دايوكسيد، يا زود اللي تحت اللي هو المقام اللي هو البايكربونات. وعليه يوجد نوعان من الالكالوزيس، نوع سببه نقص البريشر اوف كاربون دايوكسيد ونوع سببه زيادة البايكربونات. نوعان لا ثالث له. طب ايه اللي ينقص البريشر اوف كاربون دايوكسيد؟ هو كان مين مفروض يظبط البريشر اوف كاربون دايوكسيد؟ الريسبريشن. يبقى معنى انه نقص ان في خلل في الريسبريشن، وهذا الخلل في صورة هايبر فنتليشن. نقص CO2. فيبقى يسموا هذا النوع من الالكالوزيس ايه؟ ريسبيراتوري الكالوزيس. يبقى في الريسبيراتوري الكالوزيس الخلل لازم يبقى في الريسبريشن وفي صوره هايبر فنتليشن. زي عيان مثلا عنده هستيريا. طب تاني نوع من الالكالوزيس يبقى زياده البايكربونات، وهنا قلنا الخلل هيبقى في الميتابوليزم فيسموه ميتابوليك الكالوزيس. ولأن الجسم الحياة ممكنة في حدود ضيقة من التغير في الهيدروجين أيون، فكان لابد أن يسعى الجسم جاهدا لإرجاع الهيدروجين أيون باك تو نورمال. يبقى السهم الأسود ده الكوز، الأحمر اللي هيرجعنا النورمال ده الكومبنسيشن. طب يحصل ده إزاي؟ إذا كان السبب نقص البايكربونات يبقى عشان يرجع الهيدروجين أيون باك تو نورمال ننقص كمان. إذا كان السبب نقص البريشر في كاربون دايوكسيد يبقى عشان نرجع النسبة نورمال ننقص كمان البايكربونات. أما إذا كان السبب زيادة البايكربونات يبقى نزود كمان البريشر في كاربون دايوكسيد. يبقى الفكرة أن نحدث تغير مماثل في الشق الآخر من النسبة لتستقيم النسبة. طيب إذا كان السبب نقص pressure of carbon dioxide في الريسبيراتوري الكالوزيس يبقى الكليه تنقص هي كمان البايكربونات، ما تعملش ري ابزوربشن بايكربونات، تعمل اكسكريشن بايكربونات، فيسموا ده رينال كومبنسيشن. اما اذا كان السبب زياده البايكربونات يبقى اللنج هي اللي تقدر تزود البريشر اوف كاربون دايوكسيد، يعني تعمل هايبوفنتيليشن. يبقى اللي صلح هنا هي اللنج، يبقى ده يسموه ريسبيراتوري كومبنسيشن ويكون في صوره هايبوفنتيليشن. انا مش عاوز اطول، فاللي عاوز يعيد يسمع الكلام ده مره اخرى، انما عشان اجمع الكيميكال ريجوليشن تاني، واحد من اهم المواضيع في الطب في الريسبيريشن في الطب، فقلت حفظته لاجيال وفهمته لاجيال اللي هي 4 في 3، 4 مجموعات كل فيها مجموعة فيها 3 معلومات.
الاول نفهم مين الاربع مجموعات. مقدمه من ثلاثه، يبقى دي اول مجموعه، ثم ثلاث نقاط عن السنتر كيموسيبتورز، ثم ثلاث نقاط على البريفر كيموسيبتور. ادي وصلنا ثلاث مجموعات، مقدمه من ثلاثه وثلاثه على السنتر وثلاثه على البريفر، ثم تعقيب من ثلاث نقاط الفنتيلاتوري ريسبونس للاكشن والكربون دايكسايد والهيدروجين ايون. يبقى الاول افهم لما يجي لك السؤال الصعب ده هتجاوبه ازاي. مقدمه من ثلاثه، ادي نمره واحد، سنترال ثلاثه، بريفرال ثلاثه، اللي وصلنا ثلاث مجموعات، وبعدين تقول تعقيب اخير عن الاكشن فنتيلاتوري ريسبونس تو اكشن لاك وفنتيلاتوري ريسبونس تو سي او 2 اكسس والهيدروجين ايون. واقولها في عجاله ان الريسبريشن از ستيميليتد باي 3 كيميكال فاكتورز. نقص قلت اسف، زياده البريشر اوف كربون دايكسايد، ما تقولش كربون دايكسايد الاول، يقولوا بريشر اوف كربون دايكسايد، زياده الهيدروجين ايون نقص البريشر اوف اوكسجين. طب تاني جمله، opposite changes ما تعملش inhibition للأوائل، يقولوا slight inhibition. وإن ليه ده هو البيزك ميكانيزم، ليه الكيميكال ريجوليشن هو ده البيزك ميكانيزم، لأن بالطريقة دي تم ربط معدل التنفس مع الميتابوليك ريت، الريسبيراتوري ريت مع الميتابوليك ريت، معدل التنفس مع احتياج الجسم مع البادي نيدز. دي كانت المجموعة الأولى. ثم المجموعة الثانية السنترال كيمو ريسبتور، تتكلم على السايت بتاعها موجودة فين؟ في المضلة upper part تحت الفنترال سيرفس جنب الريسبيراتوري سنتر، لكن سيبرت منها عشان كده ما احتاجناش اعصاب. السنترال كيمو ريسبتور لا تتاثر، دي اهم جمله في الموضوع، سي او بس سي او 2 الذي يمثل 85% من الريسبيراتوري درايف. وثالث نقطه اندايركتلي عن طريق الهيدروجين اين، وتشرحها في الخمس نقاط، زاد البريشر اوف كاربون دايكسيد في الارتيريا بلاد، يعدي البارير نقطه ثانيه، يدوب في الميه هيدريتد نقطه ثالثه، يدي هيدروجين نقطه رابعه، والهيدروجين هو اللي استبريت نقطه خمسه. ثم نيجي البريفرال كيمو ريسبتور، تقول السايت ان عندي تو كاروتيد بوديز عند البايفوركيشن وتو اور مور اورتيك بوديز عند الارش. طب دول استبريتد بايه؟ بالثري كيميكال فاكتورز بات مينلي بديكريز ذا بريشر اوف اوكسجين تحت 60. طب ازاي دول هياثروا وهم بعاد عن السنتر؟ يبقى لازم يبقى في نيرفس كونكشن اللي هو 9 و10 اللي هو البفر نيرفس. وبعدين تقول تعقيب من ثلاثة، فنتيلاتوري ريسبونس تو اوكسجين، فنتيلاتوري ريسبونس تو كاربون دايكسايد، وبعدين الهيدروجين اين. فنتيلاتوري ريسبونس تو اوكسجين لاك، قلنا ان الكاربون دايكسايد ليه هو الاقوى لانه بيأثر سنترال بريفر، بينما الاوكسجين بريفر بس. طب عاوزينها بالارقام، الارقام لا تكذب. ان اقصى ما يمكن ان يحدثه نقص الاوكسجين هو انه يزود نفس 6 مرات. ده امتى؟ لو نزل ضغط الاوكسجين في الغرفه دي من 100 الى 30، ده اقصى حاجه يزودها 6 مرات. بينما الكربون دايكسايد ممكن يزود النفس من 6 مرات 10 مرات. ده امتى؟ لو زاد ل 10%. ثم قضية الهيدروجين اين والاسيدوز والالكالوزيس، راجع الفيديو مرة اخرى. يبقى نقطة واحدة وابقى كده خلصت البارت 1 وهو الاصعب في هذه المحاضرة، وهو الكيميكال ريجوليشن. هو ازاي ربنا خلى البريفرال كيمو ريسبتور تبقى استيميليتد بنقص البريشر اوف اوكسجين مش نقص الاوكسجين؟ طالب انا مش فاهم السؤال. معنى انها استيميليتد بنقص البريشر اوف اوكسجين يعني استيميليتد بالاكسجين ان فيزيكال، اللي هو ده اللي بيدي بريشر. قال لي برضه مش فاهم. قلت له يبقى احكي لك القصه في عجاله من البدايه. لازم تبقى فاهم ان الانسجه بتعتمد اساسا على الاوكسجين ان كيميكال اللي هو مع الهيموجلوبين لان كميته كبيره. قال لي دي عارف ان الانسجه بتعتمد اساسا على الاكسجين اللي في تعك كيميائي مع الهيموجلوبين لان هو ده اللي كميته كبيره بما لا يقارن. لازم تبقى فاهم النقطه الثانيه ان اي نسيج بيستخدم الاول الاكسجين ان فيزيكال اللي هو قليل المذاب، فينقص البريشر اوكسجين. لما يستخدم المذاب البريشر اوكسجين ينقص، فالهيموجلوبين يفك الاكسجين اللي فيه. يعني ده الترتيب. هو الانسجه عينها على الكيميكال، لكن لازم الاول تستخدم الفيزيكال القليل.
فضغط الاكسجين يقل فالهيموجلوبين يسيب الاكسجين الانسجه. وهنا نبتدي نفهم فين السؤال، ازاي بقى ربنا خلى البريفورال كيمو ريسبتور دي لا تتاثر سوى بالبريشر اوكسجين، يعني بالاوكسجين المذاب؟ الاجابه سهله جدا، ان ربنا خلى هي دي الانسجه الوحيده في جسمك، الوحيده في جسمك البريفورال كيمو ريسبتور التي تعتمد على الاكسجين المذاب فقط، ما تعتمدش على الكيميكال. طب ازاي؟ ده كميته صغيره قوي. الحل سهل قوي، نزود البلاد فلو، كميه الدم اللي رايحه للبريفرال كيمو ريسبتور، وعليه يزيد الاوكسجين المذاب، وعليه يزيد البريشر الاوكسجين. فربنا عملها ازاي بقى؟ لو خدنا البريفرال كيمو ريسبتورز اللي هي تعتبر نيرفس تيشو، وخدنا وزن مكافئ من البرين، يعني خدنا جرام من البريفرال كيمو ريسبتور من الجسيمات دي وخدنا جرام من البرين، عارف تلاقي البلاد سبلاي بتاع البريفرال كيمو ريسبتور، جرام البريفرال كيمو ريسبتور كم مره قد جرام المخ، وهما الاثنين نيرفس اليمنت، دي ريسبتور تبع النيرفس سيستم والبرين تبع النيرفس سيستم. افتح ودنك. 20 times that of the brain tissue. يبقى اذا البريفرال كيمو ريسبتور ربنا خلى البلاد فلو ليها 20 مره قد وزن مكافئ من البرين، وعليه يبقى كميه الاكسجين المذابه زادت 20 مره، وعليه لا تعتمد غير على الاكسجين المذاب لانه بقى كفايه، ما هو 20 مره النورمال لاي نسيج اخر مماثل، فبقت تعتمد على الفيزيكال بس، فبقت تتاثر فقط بنقص الفيزيكال اي نقص البريشر اوكسجين. ده من اهم الاسئله، ازاي الكيمو ريسبتور لا تعتمد غير على البريشر اوكسجين؟ قلتها لكم اهي، لانها لا تعتمد غير على الفيزيكال. طب الفيزيكال قليل، ربنا زود البلاد فلو للبريفرال كيمو ريسبتور مقارنه بوزن مكافئ من البرين 20 مره، فبقت تعتمد على الفيزيكال بس، فلا تتاثر غير بنقص البريشر اوكسجين. وعليه واحد من اهم الاسئله، في العيان اللي عنده انيميا تمام، بيبقى الهيموجلوبين قليل وبالتالي الاوكسجين كيميكال قليل، اه بس هي ما بتعتمدش على الاوكسجين كيميكال، ضغط الاوكسجين في العيان اللي عنده انيميا وبالتالي الاوكسجين المذاب نورمال. فخد بقى القنبله، في الانيميا الريسبريشن نوت ستيميليتد، لان في الانيميا الاكسجين اللي ناقص هو الكيميكال اللي مع الهيموجلوبين، الهيموجلوبين قليل، لكن الاكسجين اللي مذاب ليه ينقص؟ هو ماله مال الهيموجلوبين مش ناقص، وهي بقى هي البريفرال كيمو ريسبتور بتبقى ستيميليتد بنقص البريشر اوكسجين على الاكسجين المذاب اللي هو نورمال في الانيميا، فما بتبقاش ستيميليتد. طب طالب قال لي فهمنا بقى حته اكتر، انت علمتنا نفهم. طب هو ليه ربنا خلى في الانيميا الريسبريشن ما تبقاش ستيميليتد وتجيب لنا اوكسجين زياده؟ تجاوبها انت، افرض جدلا ان الريسبريشن ستيميليتد وده ما حصلش وجابت اوكسجين زياده، فين الهيموجلوبين اللي هيشيل هذا الاوكسجين؟ ما الهيموجلوبين قليل، لكن برغم انه قليل في الانيميا الا انه فولي ساتوريتد، هو الاوكسجين قليل لان الهيموجلوبين قليل، انما ستيل الهيموجلوبين القليل ده فولي ساتوريتد وعليه الاوكسجين قليل لان الهيموجلوبين قليل، فبعد حتى الفولي ساتوريتد قليل، يبقى هتتعب روحك على الفاضي، انت الاستيميليشن ريسبريشن ده هيشغل مصل اكتر، هيستهلك اوكسجين اكتر بدون طائل، يبقى نايلنا الموضوع. استعملت استيميليشن ريسبريشن خليت استهلاك الاوكسجين في الجسم يزيد، والهيموجلوبين ما شالش اوكسجين اكتر لسبب بسيط، ان في الانيميا برغم ان الهيموجلوبين قليل انما الهيموجلوبين اوريدي فولي ساتوريتد، وده اللي هنشوفه في المحاضره القادمه في موضوع الانيميك هايبوكسيا، هشرحها بتفصيل اكتر للي ما استوعبهاش دلوقتي. يبقى كان في سؤالين، انه ازاي ربنا خلى البريفرال كيمو ريسبتور لا تتاثر سوى بالبريشر الاوكسجين والفيزيكال،
لان خلاها هي النسيج الوحيد اللي يعتمد على الفيزيكال اللي بيجي له كميه فيزيكال تكفيه لانه زود له البلاد فلو 20 مره عن وزن مكافئ من البرين. طب ليه ربنا عمل كده؟ خدنا المثال ان في الانيميا الهيموجلوبين ناقص جدا وعليه الاوكسجين ان كيميكال، ان كيميكال ناقص جدا جدا، ومع ذلك الكريسبيشن نوت ستيميليت لانها مش هتستفاد، لانها لو كانت ستيميليتد الهيموجلوبين ناقص اه لكن ساتوريتد هيروح فين الاوكسجين؟ بالعكس تبقى بذلت مجهود على الفاضي. فعش كده اوعى تنسى واحد من اهم الاسئله، ان انيميا ذا ريسبيريشن از نوت ستيميليتد، لان في الانيميا اللي ناقص هو الاوكسجين ان كيميكال اللي مع الهيموجلوبين، بينما الريسبيريشن بتبقى ستيميليتد بنقص الاوكسجين بريشر اللي هو الاوكسجين المذاب ان فيزيكال اللي هو اللي هو اللي هو طبيعي في العيان اللي عنده انيميا. ده كان بارت 1 وننتقل الى بارت 2 وهو الاسهل اللي هو نون كيميكال او نيرفس ريجوليشن ريسبيريشن. نون كيميكال او نيرفس سيجوليشن او ريسبيريشن. طيب ده الاسهل يا اولاد. احنا قلنا البيزك ميكانيزم هو الكيميكال ريجوليشن، وفهمنا ليه؟ لان وظيفه الريسبيريشن اساسا انها تتحكم في الكربون دايكسيد، كربون دايكسيد، كربون دايكسيد، هيدروجين اين نمره 2 واوكسجين نمره 3. نيجي للنون كيميكال او نيرفس اللي هو سوبر امبولد على الكيميكال لكن اقل اهميه. مع شق مثل عشق النظام في ست مناطق في جسمك بتبعت اشارات عصبيه نيرفس سيجوليشن تاثر في النفس. طب طالب قال لي انت علمتنا ان اي حاجه فوق اربعه ما العقل البشري لا يستوعبها، فكان لازم نقسم السته لثلاثه على ايدك اليمين بالاحمر وثلاثه على ايدك الشمال بالازرق. ناخد ثلاثه اللي بالاحمر. ثلاث حاجات جوه الثوركس اللي هم ريسبتورز في اللنج وريسبتورز في الكاردوفاسكولار سيستم وريسبتورز في الانتركوستال ماسلز العضلات اللي ما بين الريبس. يبقى ثلاثه جوه الثوركس اهو. افتكروا، عارف ليه بقول كده يا اولاد؟ ساعات الطالب يبقى فاكر التفصيلات بس نسي المين ايتمز العناوين الاساسيه، ففي عنوان كان فاكر تفصيلاته بس سقط سهوا. عشان كده في التدريس الجيد، وعاوزكم لما تبقوا باذن الله يتغير الموقع وتبقى انتوا اساتذه افاضل، لازم قبل ما تدخل في التفصيلات تحط طريقه الطالب يفتكر بيها المين ايتمز عشان ما يسقطش منه ايتم هو اوريدي عارف معلوماته بس نسي العنوان. يبقى ثلاثه جوه الثوركس، ريسبتور في اللنج، ريسبتور في الكاردوفاسكولار سيستم، وريسبتور في الانتركوستالز ماسلز اهو، وتلاتة بره الثوركس. حاجة فوقيهم اللي هو هاير سنترز في المخ، وحاجتين تحتيهم الفيسرا، وتحتها بقى السكيليتال ماسل بتاعت الجسم كلها بقى لما نعمل اكسرسايز بتزود النفس اهي، سكيليتال ماسل العادية مش انتركوستلز. يبقى دول الستة ريسبتور اللي بيبعتوا امبلس تؤثر في النفس، عشان كده سموها بيبعتوا نيرف امبلسز سموها نيرفس سيجوليشن او نون كيميكال. ناخدهم كل واحد كده في كام دقيقه، وده قلت هو الجزء الاسهل في الموضوع. نبتدي بالهاير سنترز من فوق، لما انت فهمت التقسيمه ثلاثه جوه الثوركس اللنج والهارت، احفظ معايا اللنج والكاردوفاسكولار والانتركوستلز، وثلاثه بره الثوركس حاجه فوقيهم اللي هي الهاير سنترز، وحاجتين تحتهم الفيسرا والسكيتال ماسلز. ابتدي بالهاير سنترز. هنشرح في الهاير سنترز ثلاث حاجات اهو. سيريبرال كورتكس القشره المخيه، الليمبيك كورتكس، الليمبيك يعني المنطقه عند، انت عارف عندنا المخ فصين، في منطقه الحدود يسموها ليمبيك، ليمبيك يعني المنطقه الحديه اللي عند الحدود. وبعدين الهايبوثالاموس كنت علمتها لكم، ثالاموس يعني مهاد او سرير البيبي، هايبوثالاموس يعني تحت المهاد تحت السرير. فنبتدي بالهاير سنترز.
واحد سيربال كورتكس. كنا قلنا ان الريسبيراتوري ماسلز يا اولاد بتتميز بانها ذا اونلي سكيليتال ماسلز that can be voluntary and involuntary control. يعني ممكن انت النفس شغال وانت نايم عادي خالص spontaneous involuntary automatic، لكن هذا لا يمنع ان السيربرال كورتكس ممكن تتحكم في النفس، وده يبان في ثلاث حاجات. واحد في الموديوليشن اوف ريسبريشن. انا دلوقتي يا اولاد بتكلم وانا بتكلم بتحكم في الزفير عشان اطلع مقاطع الحروف، يبقى في فولونتري موديوليشن اوف ريسبريشن. فين المركز بتاعه؟ السيربرال كورتكس. وفي السينجينج لما اغني بتحكم في النفس، يبقى دي اول حاجه موديوليشن. نمره 2 ممكن اعمل فولونتري هايبر فنتيليشن، ارادي انا اهو. طيب ايه اللي هيوقفني؟ ان انا لما بعمل هايبر فنتيليشن بوش الكربون دايكسايد، بينقص الكربون دايكسايد وده بينهبت الريسبريشن. طب واهم نقطه ممكن اعمل فولونتري ابنيا، يعني نو بريدنج. بينيا يعني بريدنج، ابنيا نو بريدنج. اقصى حاجه ممكن اقعد كده حوالي 60 ثانيه وبسبب نقص الاكسجين وزياده ثاني اكسيد الكربون هيخلوها تنفس غصب عني، يعني يعملوا بريكنج بوينت. ده بقى الموضوع الاهم. يبقى الفولونتري ابنيا اللي بيستخدمها الناس مثلا ديورينج دايفنج لما بنغطس، في الشخص الطبيعي تقعد اب تو دقيقه 45 ل 60 ثانيه، وبسبب تجمع الكربون دايكسايد زياده البريشر كربون دايكسايد ونقص البريشر اوكسجين هيجبروك انك تتنفس، فسمينا دي البريكنج بوينت، كسروا الابنيا. وقلت في عجاله كده في فقر معاك العامه كلمه بريكفاست اللي هي الافطار هي كلمه من شقين، انك انت بتكسر صيام. فاست يعني صيام، بريك يعني تكسر، بريكفاست يعني كسرت الصيام. نيجي سؤال مهم جدا هنا يا اولاد في الام اس كيو، how to prolong voluntary apnea، يعني حضرتك عاوز تختص في تحت المية وتوقف نفسك لفترة أطول، عاوز تتبارى مع زملائك وتكسبهم. تعال أوريك فيسيولوجيا إزاي تقدر تقعد تحت المية فترة أطول وتكسبهم، وتعال نقول لها حاجة لها قيمة بقى مش حاجة مجرد مباراة. إن في الخليج قبل ما ربنا يفتح عليهم بالبترول كانوا يعملوا في صيد اللؤلؤ، فكانوا بيختصوا يجيبوا اللؤلؤ. في ريكوردد كيسز، افتح ودانك، لناس قدرت تقعد تحت الميه افتح ودانك فولونتري ابنيا 5 دقايق. تعال نشوف ازاي. بص معايا، انت ايه اللي بيخليك لما بتختص عاوز تاخد نفسك؟ تجمع ثاني اكسيد الكربون ونقص الاكسجين بيجبروك انك تتنفس، بيبريك الابنيا، بيكسروا الابنيا. فانت لو فاهم فيسيولوجي تعمل ايه؟ اعكس. زملاتي بيتكلموا، احنا لسه ما بدأناش المسابقه بقى لسه مش هنختص، هم بيتكلموا انا بعمل هايبر فنتليشن فعمال اوش في الكربون دايكسايد، انقص في الكربون دايكسايد، انقص في الكربون دايكسايد، فبدات بكربون دايكسايد واطي قوي. فكر بذكاء، فعبال ما الكربون دايكسايد يتجمع ويصل للليفل اللي هيكسر الابنيا هياخد وقت اطول، لان انا بدات بليفل اوف كاربون دايكسايد اقل منهم. هما بيتكلموا انا قبل ما اختص عملت هايبر فنتليشن نقصت الكاربون دايكسايد، فعبال ما يزيد للليفل اللي يكسر الابنيا هياخد وقت اطول منهم، لان انا بدات بليفل ناقص. ده يا اولاد ممكن يزود لك القصه 20 ثانيه. انما اهم طريقه كانوا بيعملوها الناس بتوع الخليج، ناس كانوا بسطاء كلهم عندهم اسطوانه اكسجين واحد، ما بيلبسوش الجهاز بقى السكوبا ده، لا سكوبا، لا سكوبا دايفنج، اسف سكوبا بالبي اللي هو سيلف اندر جراوند بريذنج ابريتس، خلينا بقى نحكي عنه دلوقتي. هم كلهم عندهم اسطوانه واحده، فاللي بيحصل ان كل واحد قبل ما ينزل
يتنفذ دقيقة واحدة بس اوكشن، دقيقة يقعد دقيقة كده ياخد بيور اوكشن. يبقى عمل ايه في الليفل اوف اوكشن؟ زوده جدا. فلما يختص عبال ما الاوكشن يقل الى الحد اللي يخليه غصب عنه عاوز ياخد اوكشن ياخد خمس دقايق، دي اهم طريقة. يبقى بريذنج بيور اوكشن لمدة دقيقة تطول لك الابنية خمس دقايق، لمدة دقيقة تطولها لك خمس دقايق. دي تاني طريقة. تالت طريقة بجد تفتكر انزل في الفول انسبريشن ولا في الفول اكسبيريشن؟ يعني تفتكر كده قبل ما اختص اعمل وانزل ولا اعمل فول انسبريشن؟ طالب قال لي اقول لك تعمل فول انسبريشن وهقول لك السبب. قلت له غلط. قال لي انت انا قلت حاجه لسه؟ بقولت لك غلط. هيقول لي انا لما اعمل فول انسبريشن يبقى محوش هوا احتياطي. لا مش ده السبب، غلط. انا بعمل فول انسبريشن لما بعمل فول انسبريشن اللنج بيحصل لها ستريتش، فده بيشغل الاستريتش ريسبتور اللي اتكلمنا عليها المحاضره الماضيه اللي بتبعت عن طريق اشهر عصب وهو الفيجاس هيلينج برو ريفلكس تنهبت الريسبيرتوري سنتر فتخلي النفس يقف فتره اطول. يبقى فهمت قيمه الانسبريشن انها بتبعت انهبيتوري امبلس عن طريق الاستريتش ريسبتور والفيجاس هيلينج برو توقف النفس. دي تالت طريقة. واحد قال لي طب افرض بقى لقيت كل الناس طلعوا ما عدا واحد كده معصلك قصادي وانا مش عاوز اخسر المسابقة. قلت له تعرف تعمل ايه؟ اخر حاجة بقى قصادك تبلع ريقك، لان البلع بيبعت انهيبيتور امبلس ريسبيرتوري سنتر فيخليك تقعد فترة اطول. يبقى في اربع طرق تبرونج ابنيا. واحد من اشهر الاسئلة هو ايه اللي بيكسر الابنيا لطالب ذكي؟ ان انا ما بوقف النفس السي او 2 بيزيد والاوكسجين بينقص، يبقى نعكس قبل ما انزل انقص السي او 2 اعمل هايبر فنتيليشن انقص السي او 2 ده يزودك 25 ثانيه قبل ما انزل ازود الاوكسجين قبل ما ينقص ياخد وقت اطول. بريزنج اوكسجين لمده دقيقه يديك خمس دقايق. ابعت انهيبيتور امبلس بطريقتين، اعمل فول انسبريشن فيبعت انهيبيتور امبلس من الستريتش ريسبتور من الفيجاس هيلينج بروور او قبل عريق. طيب تاني حاجه في الهاير سنترز يا اولاد اللي هي الليمبيك سيستم، البين والايموشنز يؤثرها في النفس. طب بدل ما نشرحهم تعال نشرحهم على الهايبوثالامس. الهايبوثالامس البين عن طريق الباراسمباثيتك نيرفس سيستم بيقلل النفس، والايموشنز عن طريق السمباثيتك تزود نفس. طيب قال لي اشرحهم لي. طبعا 100% الانفعال بيشغل السمباثيتك، في الانفعال الواحد محتاج اوكسجين اكتر السمباثيتك يزود نفس، مفهومه. انما الاصعب طب ليه البين عن طريق البارا يقلل نفس؟ سبحان الله وراء الخلق خالق. لو عندك اي جزء متالم في جسمك اكتر حاجة تزود الالم هي الحركة. الجزء المصاب لو اتحرك الالم يزيد، صح يا اولاد؟ طب مين الحركة التي لا يمكن ايقافها في الجسم بسهولة؟ اللي هي حركة نفس. يعني امام كنت قاعد ساكت في حاجة لازم تتحرك فيها اللي هي النفس. فمن روعة الخلق والخالق الحركة بتزود البين في اي عضو مصاب في الجسم. الحركة بتزود البين للاعضاء المصابة، فربنا خلى البين عن طريق البارا، البين بحرف البي عن طريق البارا بحرف البي يبعت انهيبيتور امبلس تقلل النفس فتقلل البين. سبحان الله. يبقى الايموشن بالسمباثيتك تزود، البين بالبارا سمباثيتك ينقص. ثالث حاجه يا اولاد، قلنا الهايبوثالامس يعني تحت السرير، قلنا كل الستات الابيستات منظم الشهيه الابيتايت، الجلوكوستات منظم الجلوكوز، الثيرموستات منظم الحراره في الهايبوثالامس. طيب احنا في الحر مفروض اعمل ايه في النفس؟ فكر. اتنفس اكتر. عارف ليه؟ عشان تبخر سلايفا زي ما بخر العرق. ده بخر العرق في الحر تبخر سلايفا. حتى يقول لك ايه بقى؟ يلهث، يعني الناس بالفطره فاهمه صح، يلهث من شدة الحرارة. ايه التفسير بتاعها؟ لما بيبقى الجو حر
مركز الحراره ثيرموستات منظم الحراره في الهايبوثالامس يبعت ستيميليت ريسبيراتوري سنتر. واقول لكم معلومه جميله فقط المعلومات العامه، الكلاب يا اولاد بعضكم ما يعرفش ان ما عندهاش سويت جلانز، ففرصه انها تتخلص من الحراره فقط هي مش في تبخر السويت جلانز، ما عندهاش غدد عرق، في تبخر الصلايبة. فعشان كده ربنا عمل لها حاجتين لزاز قوي، لسانها طويل قوي عشان يزود السطح اللي هيتبخر منه اللعاب، وعشان يتبخر اكتر بتلهث كلاب، فسموها الحيوانات اللاهثة panting animal، panting animals. احنا بنلهث زي الكلاب، بس ان عندنا سويت جلانز اللهاث عندنا مش بنفس اهمية الكلاب اللي ما عندها سويت جلانز. احنا عندنا سويت جلانز ده، هي عندها الكلاب سنتر للهاث اسمه panting center. احنا اللي بيقوم بالوظيفة دي الثيرموستات منظم الحرارة في الهايبوثالامس. ده كان اول حاجة يا اولاد، اللي هو خدنا ثلاثة سنتر في الهير سنتر، بحب النظام قوي، سيربا كورتكس وليمبيك سيستم وهايبوثالامس. شرحنا السيربا كورتكس اول واحدة في ثلاث حاجات، ان الكورتكس بيعمل فولانتري موديوليشن اوف ريسبريشن، بيتحكم في النفس في الكلام والغنى. وخدنا فولانتري هايبر فنتيليشن اللي بيوقفها نقص البريشر في كربون دايكسايد، وفولانتري ابنيا اللي بيكسرها بريكنج بوينت زياده الكربون دايكسايد ونقص البريشر في اوكشن. وخدنا الاربع طرق اللي تطول بيها الابنيا، وده من واحد من اهم الاسئله. ثم خدنا الليمبيك سيستم بين واموشنز، ثم خدنا الهايبوثالامس نيماتاتا، ثلاث حاجات. البين عن طريق البارا يقلل، والاموشنز عن طريق السيمباثاتيك تزود، والفيفر بتزود عن طريق المركز منظم الحراره الثيرموستات في الهايبوثالامس. نيجي ناخد يا اولاد اللوحه ما قبل الاخيره. قلت لكم طبعا انه النيرفس او النون كيميكال اسهل من الكيميكال. فنيجي ناخد بقى ريسبتور في الريسبيراتوري سنترز. هنقسم الريسبتور في الريسبيراتوري سنتر الى نوعين، ريسبتورز في الابر ريسبيراتوري اير ويز، يبقى في ريسبتور في الابر ريسبيراتوري اير واي، وريسبتور تحت في اللانجز، ودول ثلاثه ودول ثلاثه. حلو قوي قوي، يعني الحاجات اللي الواحد يتذكرها بسهوله جدا. يبقى في ريسبتورز في الابر ريسبيراتوري اير ويز، ريسبتورز في النوز بتعمل السنيزنج العطس، ريسبتور في الفارينكس البلعوم بتعمل البلع سوالوينج، وريسبتورز في التراكيا والبرونكاي بتعمل الكحة كافينج. السنيزنج والسوالوينج والكافينج دول بيسموهم، افتح ودنك، بروتكتيف ريفلكسز، يعني بيحموا الجهاز التنفسي من اي حاجة وحشة تدخل جواه زي ما نشوف. طب في كل ريفلكس من الثلاثة وما عشقت مثل عشق للنظام، لازم تتكلم على أربع نقط. تتكلم على السايت اوف ريسبتور، وبالتالي العصب اللي بيعمل ريسبتور، وأنا علمتك السايت بيقول لك العصب، السايت بتاع الريسبتور بيقول لك العصب. وبعدين تقول لي الاستيمولس وريسبونس. وطول عمري علمت الطلبة، قلت الطالب الذكي تقول له مكان ريسبتور يقول لك العصب، زي القاعدة اللي علمتها لك. الأذكى تقول له المؤثر الاستيمولس يتوقع ريسبونس، وهنشوف كلام جميل قوي، خليكم فاهمين تماما. بص معايا، هنا الحياة في السنيزنج الواحد بيحس الاريتيشن فين؟ مكان الريسبتور فين؟ في مناخيره، ليه الواحد يقعد يدعك في مناخيره كده عشان يعطس ويخلص؟ يبقى في السنيزنج الريسبتور في النوز، يعني في الفيس، يبقى العصب رقم خمسة ترايجيمال. فانا قلت تقول لي السايت اقول لك النيرف. طب في السوالوينج البلع، الريسبتور في الفارينكس البلعوم بتاع البلع، بلعوم بلع. في النك يبقى جلوستوفارينجيا نمرة تسعة. طب في الكحة صدري تعبني التراكيا والبرونكاي. يبقى 10. يبقى خلصنا نقطتين،
يبقى في السنيزنج الاريتيشن في النوز يبقى العصب راجع من الخمسة، في البلع في البلعوم يبقى في النك يبقى تسعة، في البرونكاي والبرونكيولز والتراكيح يبقى نمرة عشرة. يبقى خلصت نقطتين، قول لي مكان الريسبتور الطالب الذكي اقول لك العصب، نيجي الاسكى منها، قول لي الاستيمولس اقول لك الريسبونس. في السنيزنج والكافينج في اريتنت حاجه مضايقاني عاوز تخلص منها، والاريتنتس نوعان يا اما ميكانيكال يا كيميكال. ميكانيكال زي ايه مثلا؟ زي الدست الغبار اللي في الجو، زي ميوكس، زي حته فود خلاص، حته اكل رزايه، يبقى دي كلها حاجات ميكانيكال. انما كيميكال زي السموك، واحد عمال ينفخ في وشي عمال كيميكال اريتيشن فعمال اكح. يبقى الاستيمولاي في السنيزنج والكافينج هما اريتنتس، سواء كانت ميكانيكال زي الغبار وزي الفود وزي الميوكس حته مخاط، عشان كده الواحد بيكح عشان يطلع المخاط، وقد يكون كيميكال زي السموكس مثلا. طب ده الاستيمولس اريتنت، يبقى الريسبونس لطالب اسكى في حاجه عامله لي اريتيشن لمناخيري في السنيزنج وللتراكية والبرونكاي في الكافينج، يبقى الريسبونس انا عاوز اخلص منها عشان هي اريتنت. طب اخلص منها ازاي لطالب ذكي؟ اطلع هواء باندفاع فيرميها بره، وعشان اطلع هواء كتير لازم اخد هواء كتير الاول، اعبي هواء كتير. يبقى عشان كده السنيزنج والكافينج هما الاثنين بيبداوا باي رونج انسبريشن، لونج انسبريشن فولوب باي فورس اكسبيريشن، يبقى اعمل لونج انسبريشن فولوب باي فورس اكسبيريشن. بس النقطه بقى للمليون جنيه، في السنيزنج بيبقى الجلوتس اوبن يعني الاحبال الصوتيه بعيده عن بعض، انما في الكافينج بيبقى الاحبال الصوتيه الجلوتس المزمار الاحبال الصوتيه كلوزد اوبن صادلي. طالب قال لي فهمنا، قلت له طبعا دي اهم نقطه في الام اس كيو. يبقى عشان في السنيزنج وفي الكافينج اتخلص من الحاجه اللي عامله لي اريتيشن بعمل ايه؟ قلنا يا اولاد بعمل لونج، يعني باخد نفس طويل، باخد لونج انسبريشن فولود باي فورسد اكسبيريشن. في السنيزنج بيبقى اجينست ان اوبن جلوتس، في الكافينج بيبقى كلوزد جلوتس ويتش اوبن سادلي. افهم ليه؟ تدي بالسنيزنج العطس لونج انسبريشن فولود باي فورس اكسبيريشن اجينست ان اوبن جلوتس، بينما في الكافينج لونج انسبريشن فولود باي فورس اكسبيريشن اجينست كلوزد جلوتس ويتش اوبن سادلي. عشان كده الصوت مختلف. طالب يقول لي فهمنا ليه؟ انت اللي هتجاوب لو فكرت. تفتكر ايهما اصعب في انه يخرج؟ الاريتنت اللي في النوز بتاع السنيزنج، ولا الاريتنت اللي مدفون جوه بتاع الكافينج اللي في التراكيه والبرونكاي؟ طيب قال لي طبعا اللي جوه اصعب. طيب يبقى اذا اللي جوه بتاع الكافينج عاوز نولد ضغط عالي قوي عشان خاطر نطرده مسافه طويله، عشان كده بنبتدي بالجلوتس كلوز وبعدين نفتحه. قال لي فاهمني اكتر، قلت له زي البالونه اما تمسك العنق بتاعها تقفله وتدوس عليها فالضغط يزيد وفجاه تفتح فالهواء يطلع مندفع. لكن في السنيزنج بتبقى مفتوحه من الاول، عاوز اقل شويه هواء حاجه في النوز، اقل ضغط هيرميها، فما احتاجناش نقفل الجلوتس ونفتحه، بنعمل لونج انسبريشن فورس اكسبيريشن لونج انسبريشن فورس اكسبيريشن اجينست ان اوبن جلوتس، مش عاوز ضغط جامد. انما في الكافينج بنعمل لونج انسبريشن فورس اكسبيريشن اجينست كلوز جلوتس ويتش اوبن سادلي. لكم معلومه جميله عمرها ما تنسوها، بسبب ان الجلوتس closed then open suddenly سرعة اندفاع الهواء في الكافينج بتبقى سرعة الطيارة.
900 كيلومتر في الثانية في الساعة، 900 كيلومتر في الساعة بسبب الكافي. يبقى فهمت؟ في السنيزنج مش عاوز ضغط جامد، فباخد انسبريشن وراها فورس اكسبريشن وبلوتس اوبند. اي هواء خارج هياخدها ويطلعها الاريتنت، الحاجه اللي مضايقاني، انما حاجه مدفونه جوه لونج انسبريشن فورس اكسبريشن اجينست كلوز جلوتس اتش اوبن سادلي، بسبب ان كلوز جلوتس اوبن سادلي سرعه خروج الهواء 900 كيلومتر في الساعه سرعه الطياره اهو. بص اهم سؤال، يبقى هنا في السنيزنج الجلوتس المزمار الاحبال الصوتيه مفتوحه على طول، انما هنا كلوز دين اوبن صدري. نيجي بقى في السوالوينج في البلعوم. البلعوم يا اولاد هو مسار مشترك للهواء والاكل، فانا عاوز وانا ببلع الاكل، الاكل ما يدخلش على الجهاز التنفسي على اللارينكس والتراكيه والبرونكاي، يبقى مفروض اقفل الجلوتس، يبقى طوال الاكت وانا ببلع الجلوتس از كلوزد مقفول. وحاجه تانية، انا لو خدت نفس، لو ضحكت وخدت نفس هروح النفس بيشتغل كفاكيوم، كانه مكنسه بالكهرباء هتروح واخده الاكل على التراكيه تبقى كارثه. فمفروض وانا ببلع بوقف النفس. شوف انا هبلع قصادك اهو النفس واقف ابنيا، يبقى قافل الجلوتس والنفس واقف. حفظتها لاجيال بطريقه رائعه يا اولاد. يبقى الثلاثه بروتكتيف ريفلكسز اللي الريسبتور بتاعتهم موجودين في الابر ريسبيراتوري اير ويز، السنيزنج بتاع الانف والكافينج بتاع التراكيه والبرونكاي والسوالوينج بتاع البلع البلعوم، واحد فيهم الجلوتس مفتوح على طول ده السنيزنج، واحد الجلوتس مقفول على طول عشان الاكل ما يدخلش في الممرات التنفسيه ده السوالوينج، واحد مقفول وبعدين يفتح ده الكافينج عشان يولد ضغط كتير عالي سرعه الطياره 900 كيلومتر في الساعه. يبقى لا يمكن ان تنسى، رسمه رائعه تقعد تتاملها كده جليا ماليا. في السنيزنج الجلوتس مفتوح على طول مش محتاجين ضغط عالي، في الكافي مقفول 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 وبعدين يفتح عشان الهواء يطلع مندفع، ده في الكافي. طب في السوالوينج طوال الاكت وانا ببلع مقفول على طول عشان مفيش حاجه تدخل زائد ابنيا طبعا. يبقى قول لي الاستيمس، اقول لك الريسبونس والاعصاب اتعلمتوها، حاجه في الهيدا النك تبقى خمسه في ال في ال في النك، السوالوينج تبقى تسعه، في الكافينج في الصدر تبقى 10. السؤال ده بيجي لكم اللي هم الابر ريسبيراتوري اير ويز او البروتكتيف ريفلكسز اوف ذا اوف ريسبريشن، ايه الحاجات اللي بتبروتكت ريسبريشن؟ ادي ثلاثه منهم يا اولاد. ننزل تحت بقى من الابر ريسبيراتوري اير ويز الثلاثه اللي كل واحد يتكلم عليه في اربع نقط ما حبش تتوه. قول لي مكان الريسبتور اقول لك العصب، ده الطالب الذكي الاذكى. قول لي الاستيمولس اقول لك الريسبونس. ناخد في اللانج ثلاثه برضه، يعني في الابر كان في ثلاثة وفي اللانج ثلاثة ومع شفت مثل عشق النظام. في عندي لانج ستريتش ريسبتورز ولانج اريتنت ريسبتورز وجي ريسبتورز. هنتكلم على كل واحد في كام نقطة يا اولاد؟ أربع نقط. تقول لي مكان الريسبتور أقول لك العصب. تقول لي الاستيمولس لطالب أذكى أقول لك ريسبونس. اللانج ستريتش ريسبتور موجود في البرونكاي والبرونكيول الشعب والشعيبات، افتحوا ودنك في اللي جاي، في السموث ماسل، سموث ماسل بتاعت البرونكاي والبرونكيولز. طب اللانج اريتنت ريسبتورز موجودين برضو في البرونكاي والبرونكيول الشعب والشعيبات، بس الطالب ذكي، ريسبتور اسمه لانج اريتنت يعني هيشوف هيحس هيستقبل اريتنت، يبقى الاوقع يبقى في الميكوزا يعني فيري سوبرفيشال عشان يديتكت الاريتنت اسهل. يبقى اللانج ستريتش ريسبتور مين اللي بيبقى ستريتش؟ الماسل، السموس ماسل. انما اللانج اريتنت لطالب ذكي يبقى الميكوزا تو ديتكت الاريتنت وبرونكاي برونكيول. نيجي اخر واحد اسمه بيقول مكانه جي ريسبتورز، وده اختصار
جاكستا بالمونري كابيلاري ريسبتو. جاكستا في اللغة معناها بجوار، بجوار. بالمونري كابيلاري ريسبتو، جاكستا بالمونري كابيلاري ريسبتور، يعني ريسبتور بجوار البالمونري كابيلاري، ويختصروه جي ريسبتور اللي هو ريسبتور اهو في الالفيولاي جنب البالمونري كابيلاري، فسموه جاكستا يعني بجوار البالمونري كابيلاري ريسبتور او باختصار جي ريسبتور. لطالب زكي قال لي الثلاثه ريسبتور في اللنج اللي هي في الثوركس يبقى العصب فيهم هم الثلاثه 10 اللي هو الفيجاس. قلت له شاطر، يبقى اتعلمتوا اللعبه. قل لي من اصدقائك، اقول لك من انت. قل لي موضع ريسبتور، موضع ريسبتور اقول لك العصب. في الهيد 5 تراجينال، في النك 9 جلوسوفارينجال، في الثوركس 10 الفيكس. تعلمناه. نيجي الاسئله. قل لي الاستيمولس اقول لك الريسبونس. احنا قلنا في اللانج ستيشن ريسبتور ده خدناه قبل كده. فاكر الاوف سويتشز؟ كان في ثلاث حاجات بتوقف النفس. لما اعمل لانج انفليشن اخد نفس، اخد التايدال فوليوم، اللانج بتوسع، الاير واي بتوسع، بيحصل لها ديستنشن، فبيشتغل اللانج ستريتش ريسبتور، يبعته عن طريق اشهر عصب وهو الفيجاس، يوقفوا السنتر اللي هم الابنيوستيك والابنيوستيك والدورسال سباتي جروب، وسمينا ده هيرنج برو ريفلكس. قديمه دي. يبقى فانت الطالب الذكي قول لي الاستيمولس اقول لك الريسبونس. ايه الاستيمولس؟ ان انا خدت نفس لانج انفليشن، يبقى المفروض اوقف بعد 500 سنتي تايدل، وكان ده اوف سويتش مهم جدا اللي هو الهيرنج برور، فيبعته عن طريق الفيجاس يوقفوا الابنيوستيك الاون سويتش والدورسال سباتي جروب. بس قلنا هذا الهيرنج برور ريفلكس كان اكثر اهميه لو كنت فاكر في الانفانتس وفي الانيمالز. نيجي تاني واحد اللانج اريتنت ريسبتورز، من اسمه لانج اريتنت، عشان كده حتى قلنا بذكاء ان ربنا ما حطوش في السموث ماسل، حطه فيري سوبرفيشال في الميكوزا عشان الاريت. واحنا قلنا لسه الاريتنتس نوعان، فاكرها؟ يا ميكانيكال زي الداستس، يا اما كيميكال زي السموكس. طب في اريتنت انت عاوزها تدخل جوه في الرئه؟ لا، يبقى تعمل برونكو كونستريكشن، برونكو سباز. طب واللي دخل؟ اللي دخل اطرده كافي. لما الواحد بيشم دخان او دس ده اللي بيحصل له برونكو كونستريكشن وكافي. يبقى الطالب الذكي قول لي الاستيمولس اقول لك الريسبونس. الاستيمولس اريتنت يبقى مش عاوزه يدخل، يبقى اقفل برونكاي برونكو سباز واللي دخل اكح. نيجي الجي ريسبتور بقى، هو ليه ربنا حطه في البالمونا في الالفيولاي جنب البالمونري كابيلاري؟ انا اقول لك، شرحتها لاجيال بطريقه جميله. الجي ريسبتور اللي هو الجاكستا يعني بجوار بالمونري كابيلاري، بجوار البالمونري كابيلاري، بيشتغل كمرقاب يعني يراقب كميه الدم في البالمونري كابيلاري. مفروض الدم بعد ما يبقى اكسجينيتد بيروح للليفت فينتكل، فالعيانين اللي عندهم فيلير في الليفت فينتكل مش هيستقبلوا الكميه الواجبه، بيستقبلوا بس قليل، ما بيستقبلوش الكميه الواجبه من الرئه، فالدم يقعد في الرئه فيحصل بالمونري كابيلاري كونجيشن، احتقان البالمونري كابيلاري، يعني البالمونري كابيلاري تبقى مليانه بالدم اللي ما قدرش ياخده الليفت فينتكل لانه في حاله فيلير، بياخد دم بس ما بياخدش الكميه المفروضه، بيسيب شويه في الرئه، فالكابيلاري احتقنت. طب في الحاله دي يا اولاد يبقى المكان اللي فاضل للهواء، ولما الكابيلاري بتحتقن ده بيضغط على الالفيولاي بيقلل المساحه المفروضه للهواء. يبقى الطالب الذكي يقول لي الاستيمولس بالمونري كونجيشن، احتقان الرئه بالدم في حالات الليفت سايد هارت فيلير، وانا اقول لك ريسبونس. دلوقتي المكان المتاح للهواء قليل، يبقى ايه الحل؟ اخلي النفس شالو ضحك، لان مفيش مسافه كبيره ادخل فيها الهواء، لتعويض كونه شالو لازم يبقى رابد، تاكيبنيا يعني نفس سريع،
تاكي يعني سريع زي ما قلنا تاكي كارديا، تاكبني يعني نفس سريع، وديسنيا طبعا صعوبة في النفس. يبقى شوف الطالب الذكي. يبقى بصوا يا اولاد كل واحدة في النون كيميكال دي تصلح سؤال. يبقى اتكلمنا الريسبتور من الريسبيراتوري سيستم، في ثلاثة ريسبتور في الابر ريسبيراتوري اير وايز، سنيزنج كافينج وسوالينج اللي هم بروتكتيف، وثلاثة ريسبتور تحت في اللنج، لنج ستريتش ريسبتور في السموث ماسل، لنج ايرتان ريسبتور في الميوكوزا، هم اثنين برونكاي وبرونكيولز، واحدة موجودة في الفيولاي جنب البالمونري كابيلري جاكستا بالمونري كابيلري ريسبتور فسموها جي ريسبتور، كلهم في اللنج يبقى كلهم بالفيجاس. والطالب الاذكى قول لي الاستيمولس اقول لك الريسبونس، هنا هي اسمه لانج ستريتش يعني حصل انفليشن، خدنا التايدر فوليوم يبقى نوقف النفس هيرنج بروور. هنا في ايرتان سواء ميكانيكال او كيميكال مش عاوز يدخل، يبقى برونكو سبازم واللي دخل اعمل له كافينج. هنا ليه ربنا حط ريسبتور جنب البالمونري كابيلري في الالفيولاي جنب البالمونري كابيلري بيشتغل كمرقاب للدم في البالمونري كابيلري، لو لقى الدم زاد يعني حصل بالمونري كونجيشن احتقان للبالمونري كابيلري بالدم، يبقى ضغط على الالفيولاي مساحه الهواء في الالفيولاي قلت، يبقى الحل خلي النفس ضح شالو ولتعويض كونه شالو، يبقى رابد ده يفسر لك ليه اتعلم طب. الناس اللي عندهم ليفت سايد الهارت فيلير هبوط في الناحيه اليسرى من القلب ما بياخدش كل الدم الواجب من الرئه، بيسيب دم في الرئه بالمونري كونجيشن بيبقى بيلهثوا عندهم صعوبه في النفس ونفس سريع، اديك فهمت بيصلح الخطا ما امكن. نيجي لاخر لوحه يا اولاد النهارده، وهي نمره 3 ريسبتور في الكاردوفاسكولار سيستم. تاني يا اولاد مع شقتي مثل عشق النظام، كل ريسبتور هنعرف عنه كم نقطه ما بزهقش. تقول لي موضع الريسبتور اقول لك العصب، الطالب الذكي الاستيمولس الاذكى يقول لي ريسبونس، تقول لي المؤثر اقول لك مفروض رده الفعل على المؤثر ده تبقى ايه. ابتدي باول ريسبتور وهو الاهم، ودول هناخدهم تاني مع السيركوليشن بتفصيل اكتر. ارتيريال بارو ريسبتورز، كلمة بارو في اللغة يعني ضغط، مش في جهاز بارومتر يعني اللي بيقيس الضغط الجوي اسمه بارومتر، بارو يعني ضغط. فارتيريال بارو ريسبتورز معناها ارتيريال بريشر ريسبتورز. طب الضغط في الارتي اعلى حاجة في السيركوليشن فسموهم هاي بريشر ريسبتور، يبقى ليهم اسمين يا ارتيريال بارو ريسبتورز يا هاي بريشر ريسبتورز. دول في مفهوم العبد الله بيشتغلوا كمونيتورز مرقاب للضغط الشرياني، بيراقبوا الضغط الشرياني. يبقى ربنا يحطهم فين؟ يحطهم في الارتري، مش هيراقبوا الضغط الشرياني يبقى لازم يقفوا في الارتري. طب انهي ارتز؟ خد بالك بقى في تاملات العبد الله التي تؤكد انه وراء الخلق خلق. احنا اولاد تعلمها وهنقولها تاني في السيركوليشن اللي هيفتكرها، نحن نضبط الضغط الشرياني لصالح التو فايتال اورجنز اللي هم القلب والمخ. فايتال يعني حاوي، قلبك وقف هذا موت حقيقي، مخك وقف هذا موت اكلينيكي. يبقى مين اهم عضوين في جسمك الفايتال اورجنز؟ القلب والمخ، اللي هم وقفوا يبقى موت، وقف القلب موت حقيقي، وقف المخ موت اكلينيكي. فربنا بيظبط الضغط عشان يضمن ان كميه دم كافيه تروح للقلب والمخ. يبقى الطالب ذكي في مفهوم العبد الله وعنده رؤيه خاصه في كل حاجه، لان انا ما بقراش مع الطلبه بفهم معاكم. يبقى ربنا يحطهم في الارتي، في انهي ارتز؟ الخاصه بالقلب والمخ. يبقى المكان الكورونري فيسلز اللي بتغذي القلب طالعه من الاسندنج اورتا يعني من الارش اوف ذا اورتا. فبقى اول ارتيريا بارو سيبتور موجوده في الارش اوف ذا اورتا، فهمت ليه؟
لان ده اللي بيطلع منه الكوروناري فيسلز اللي بتغذي القلب. طيب فين الفيسل اللي بيغذي المخ؟ فاكر لما قلت لك كومون كاروتيد بينقسم لانترنال، من اسمه انترنال يعني يدخل للمخ. فالريسبتور موجوده هنا في الكاروتيد ساينس. كاروتيد ساينس. طيب نقطه تاني برضو، تاملات خاصه بالعبد الله مش مكتوبه في كتب بس مهمه جدا. فاكر في البريفرال كيمو ريسبتور كان ربنا حاططهم في صوره حمصات جسيمات متجمعين في 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 بادز في بادز، انما هنا ربنا خلى ريسبتور ديسبيرسد يعني مبعثره في مساحه كبيره. واحب افهمها لكم يا اولاد قاعده من قواعد العبد الله. اي ريسبتور بيقيس بريشر لازم ربنا ما يجمعوش، يحطه على مساحه كبيره. ليه يا اولاد؟ لان البريشر مرتبطه بالمساحه، مفيش بريشر من غير مساحه. طالب قال لي اشرح لنا، يعني اقول لك الارضيه دي اللي تحتيه تحتمل ضغط 100 كيلو جرام، ما اقدرش اقول 100 كيلو جرام، لازم اقول على ايه؟ على سكوير فوت، على قدم مربع ولا على متر مربع؟ يبقى لازم الضغط يبقى مقرون بالمساحه. فعشان كده ربنا قاعده عامه اعرفها من عبد الله، ربنا خلى اي بريشر ريسبتور يبقى على مساحه كبيره، يبقى ديسبيرسد، عمره ما يتلم، لانه كل ما يتحط على مساحه اكتر يبقى يقدر يقيس الضغط بصوره احسن. فالارتيريال باروسيبتور من اسمها ارتيريال باروسيبتورز، يبقى ارتيريال بريشر ريسبتور بتشتغل كمونيتور للارتيريال باب بريشر. تمام؟ يبقى ربنا يحطها فين؟ مرقاب للضغط الشرياني في الارتز. انهي ارتز؟ بتاعت اهم اعضاء، الارش اوف ذا اورتا اللي بيطلع منه الكورونس على القلب، والانترنال كاروتيد اللي بيغذي المخ. طب فين بالظبط؟ على مساحه كبيره. عشان كده الانترنال كاروتيد ربنا عمل فيه تضخم اللي هو الكاروتيد ساينس. ده اول مره تفهم ليه ربنا عمل تضخم في الكاروتيد، ليه خلاه يتسع؟ عشان البريشر ريسبتور لازم تبقى على مساحه واسعه. في تامل خاص لعبد الله. طب نيجي الاعصاب، انت قلت لي السايت، اقول لك العصب، انت بقى قولها من فضلك. كاروتيد ساينس هنا في الرقبه، يبقى انهي عصب؟ التاسع جلوسو فارينجيال. في الاورتيك ارش هنا في الصدر يبقى انهي عصب؟ الفيجاس نمرة 10. والاثنين مع بعض يسموهم بافر نيرفز، وهنا استحق اسمهم وهم البافر نيرفز، لان هما بيبافر بيمنعوا التغيرات في الارتيريال باب بريشر. تقول لي فين مكان الريسبتور؟ اقول لك النيرف. طب الاصعب قول لي السايت، اقول لك قول لي الاستيمولس، اقول لك الريسبونس. من اسمه ارتيريال باروسيبتور، ارتيريال بريشر ريسبتور، يبقى 100% استيمولتد بايه؟ بالارتيريال بلاد بريشر والبالس بريشر، اللي هو الفرق بين الستوليك والديستوليك. خدام ارتيريال بلاد بريشر والبالس بريشر. لطالب ذكي ادام هما بيتاثرا بارتفاع الضغط يبقى عايزين ينقصوه، يبقى واحد من اهم المعلومات في الطب يبعتوا انهيبيتوري امبلسز. اديني عامل لك علامات ماينسز، يعني بيبعتوا انهيبيتوري امبلس. تعمل ايه بقى الانهيبيتوري امبلس دي؟ بص، تقلل نفس وتقلل التون في الابدومينال وول. واحد يقول لي طب هو هما لما الضغط ارتفع ايه علاقه ان الضغط يرتفع ان انا اقلل النفس واقلل التون في ليه بعتوا انهيبيتوري امبلس؟ تقلل نفس وتقلل التون في الابدومينال ماسل، بكده الضغط يقل. مش هما بيشتغلوا لما الضغط يزيد زياده في الارتيريال بريشر يبعتوا انهيبيتوري امبلس يقللوا النفس؟ قال لي ايه علاقه النفس بالضغط؟ فكر، لما ناخد نفس بيبقى الضغط البيور بريشر مور نيجاتيف، فده بيساعد الفينس تير، قلناها مع السبريشن. لما زاد الدم اللي راجع الهارت زاد الدم اللي خارج من الهارت اللي هو الكاردك اوت بوت، زاد الارتيريال بريشر. يبقى انا لما انهبت النفس هقلل الفينس ريتير، وبالتالي الدم اللي راجع الهارت قل، فالدم اللي خارج من الهارت يقل، فالارتيريال بلاد بريشر يقل. وكذا لما نقلل التون في الابدومينال ماسل، لان التون بيساعد الفينس ريتير. شوف الروعه، يبقى مرقاب ربنا حاطه يقيس الارتيريال بلاد بريشر، لو لقى الضغط زاد يبعت انهيبيتوري امبلس يقلل النفس
ويقلل التون في الابدومينال ماسلز فيقلل فينس ستير ومن ثم يقلل الكاردياك اوتبوت ومن ثم يقلل ارتير بلاد بريشر. شيء رائع لدرجه في سؤال جميل قوي هنا في الشفوي حاجه اسمها ادرينالين ابنيا. لو اديت كلب ادرينالين حقنه ادرينالين يبقى الضغط هيحصل له ايه؟ هيزيد جدا. فالانهبيتور امبلس يزيد جدا لدرجه نفس يقف يحصل ابنيا. في الروعه بقول ما زالت العين الالهيه تحرس الكائنات البسيطه. يعني حتى الكلب لو حاولت تاذيه اديته حقنه ادرينالين الضغط عالي جدا يطلع انهبيتور امبلس جامده جدا مش بس تقلل النفس توقف النفس خالص احسن ابني. طيب زي قال طب ما كده الكلب مات. لا ما ماتش هو يحصل له ابنيا. في اثناء الابنيا السي او 2 هيزيد والاكشن هيقل ودول هيبريك الابنيا يخلوه ياخد نفس بعد كده. يبقى وقفوا النفس الفتره اللي الادرينالين شغال فيها لحد ما الجسم كسر الادرينالين وبعدين شغل النفس تاني. فسموا الحكايه دي ادرينالين ابنيا. لما تدي ادرينالين تفسرها بقى في الامتحان. يبقى تدي ادرينالين يبقى ادرينالين هيرفع الضغط يشغل ارتيريا باروسيبتور يبعت له انهبيتور امبلس يوقف النفس. لحد ما ادرينالين اتكسر. طب ما هو هيموت من وقف النفس ما تخافش هيتجمع سي او 2 يقل الاكسجين هيبريك الابنيا ويبتدي ياخد نفس تاني. انا عاوز اقول لك حاجه تاني للاذكياء فقط. الادرينالين ابنيا دي تدل على حاجه مهمه جدا ان الكيميكال ريجوليشن والنيرفس ريجوليشن مش كلهم في وادي مش كل واحد شغال لوحده. التجربه بدات نيرفس وانتهت كيميكال. انك اديت ادرينالين عليت الضغط البفر نيرفس بعته انهبيتور امبلس وقفوا النفس يبقى ابتدت نيرفس. النفس وقف السي او 2 زاد الاكسجين قل خلوه ياخد نفس وانتهى الكيميكال. وده يوريك ان الكيميكال اقوى من النيرفس. تاني اثبات يعني مش ليس مش كل واحد فيهم في وادي ليس كلهم في وادي انما هما انتجريتد. التجربه ابتدت نيرفس وانتهت كيميكال وتبين لك ان الكيميكال هو الاهم لان هو البيزك ميكانيزم انه النيرفس وقف النفس انما مين اللي شغله تاني بعد شويه بالعافيه؟ الكيميكال زياده السي او 2 نقص الاكسجين. دي تجربة تثبت ان في انتجريشن للاوائل ما بين النيرفس والكيميكال ادرينالين ابنيا. نيجي تاني ريسبتور في الكاردو ماسكولار سيستم. زي ما ربنا حط مرقاب يراقب الارتيريال بلاد بريشر كان لازم يحط مرقاب يراقب الفينس بريشر. طب يحطه فين ربنا؟ شوف الروعة. كل الفينز بتصب في الرايت اتريوم. سوبيرو فينا كافا بيروح للرايت اتريوم والانفيرو فينا كافا في الرايت اتريوم. يبقى الرايت اتريوم هو السنتر بتاع كل الفينز. يبقى المرقاب بتاع الفينس بريشر ربنا يحطه في الاتريا نير ذا اوبننج اوف بيج فينز. في الاتريا نير ذا اوبننج اوف بيج فينز. فعشان كده سموها اتريا ريسبتور. انا كان نفسي يا اولاد لو انا اللي حطيت الاسم ده من الاول كنت عشان الفهم يبقى اعمق اسمي ده ارتيريال باروسيبتور واسمي ده فينس باروسيبتور. ريسبتور اللي بتقيس الفينس بريشر. بس لان هم كل الفينز بيروحوا للاتريوم فتوجدوا في الاتريا فالاوثر المؤلف سماها اتريا ريسبتور بس ضاع المعنى. بس انا دلوقتي مفهمها لك حتى بالالوان. ادي مرقاب للارتيريال بالاحمر ومرقاب للفينس بالازرق. ده اسمه واضح ارتيريال باروسيبتورز. انما ده اتحط في الاتريا اللي بيصب فيها كل الفينز نير ذا اوبننج اوف بيج فينز. هو اساسا مرقاب للفينس بس سماه الاوثر اتريا ريسبتور. البريشر في الارتيريال عالي فسماه هاي بريشر ريسبتور. انما في الفينز البريشر واطي لو بريشر ريسبتورز. ده بيتاثر بالارتيريال بلاد بريشر انما ده بيتاثر بالسنترال فينس بريشر. ما هو قلنا الاتريا هي السنتر بتاع كل الفينز فالبريشر في الاتريا هو السنترال فينس بريشر اهو. وهذا السنترال فينس بريشر امتى يزيد؟ لو زاد الفينس ستير. لو الدم اللي راجع للهارت زاد الدم في الاتريا زاد السنترال فينس بريشر.
طب المفروض نعمل ايه؟ الطالب ذكي يقول لي ريسبوند، قول لي الاستيمولس اقول لك ريسبونس، يبقى ده بيشتغل لما يزيد الفينس ريتير الدم العائد وبالتالي السنترال فينس بريشر. يبقى الطالب ذكي لازم يبعت اكسيتاتوري امبلسز. ليه؟ لان معنى ان الفينس ريتيرن زاد وعليه زاد السنترال فينس بريشر، الفينس ريتيرن ده هيروح فين يا اولاد؟ بالريسبيريشن تو بي ايه يا اولاد؟ تو بي اكسجينيتد. يبقى زياده السنترال فينس بريشر معناها ان في دم فينس رجع كتير، معناها ان في دم كتير رايح للرئه، يبقى لازم الرئه تشد حيلها وتشتغل اكتر تو اكسجينيت هذا الدم كتير، يبقى نبعت اكسيتاتوري امبلس. من اهم المعلومات يا اولاد في السيركوليشن مش بس في الريسبريشن ان الارتيريال سايد الهاي بريشر ريسبتور بتبعت انهيبيتوري، شوف مين يبقى افتكرها في السيركوليشن، بينما اللو بريشر ريسبتور اللي هو الاتريال ريسبتور اللي هي بتتاثر بالفينس بريشر سنترال فينس بريشر بتبعت اكسيتاتوري. وطبعا لو سالتني قل لي مكان ريسبتور اقول لك العصب. ريسبتور موجود في الاتريا هنا يا اولاد، اتريال ريسبتور يبقى متصل بأني عصب 10 الفيجاس، علمت الطغر بتوعي كويس قوي. قول له مكان الريسبتور يقول لك العصب 5 9 10 اتريال ريسبتور يبقى في الفيجاس. والاسكى علمتكم قول لي الاستيمولس وانا اقول لك ريسبونس، الاستيمولس زياده الضغط الشرياني عاوز اقلله يبقى اقلل النفس يبقى ابعت انهيبيتوري. انما زودت الضغط الفينس يبقى في فينس تاني كتير هيروح لبيع دم كتير تو بي اكسجينيتد، يبقى لازم ابعت اكسيتاتوري امبلسز. ويسموا ده هاريسون ريفلكس. هاريسون ريفلكس اظن هاريسون ده اسم ممثل كندي، هاريسون ريفلكس يعني عشان تفتكرها. ده ريسبتور اللي في الكاردوفاسكولار سيستم، ده اخر الكلام كتير. احنا قلنا في عندنا ست اماكن بيبعتوا نيرف امبلسز، ثلاثه بياخدوا وقت اللي هم قلناهم اللي هم الهاير سنترز والريسبيراتوري ريسبتور والكاردوفاسكولار ريسبتور، وثلاثه بيتاخدوا كل واحده في دقيقه اللي هنقولهم ونقفل اطول محاضره ونخلص. يبقى هتنسى كاردوفاسكولار سنتر ريسبتور، افهمها زي ما العبد الله فاهمها. وضع الله مرقابين، مرقاب يقيس مونيتور للارتيريال بلاد بريشر اسمه ارتيريال باروسيبتور هاي بريشر ريسبتور، يحطه فين؟ في الارتي، في انهي ارتي؟ بمفهوم العبد الله اللي بيفهم الطلبه اللي رايحه للفيتال اورجانز البرين والهارت. برين يبقى نحطه في الكاروتيد ساينس اللي موجود في الانترنال كاروتيد اللي رايح للبرين. طيب هارت يبقى نحطه في الارش اوف ذا اورتا لان ده طالع منه الكوروناري اللي بتغذي الهارت. وقلت اي بريشر ريسبتور يبقى مش في صوره جسيمات ما يتجمعش، يبقى ديسبيرسد مبعثر عشان البريشر مرتبط بالاريا يبقى يتحط على اريا كبيره. طيب في الارش اوف ذا اورتا يبقى في الصدر يبقى الفيجاس، في الكاروتيد ساينس يبقى في الرقبه يبقى جلوسوفارينجر، والاثنين مع بعض اسمهم بافر نيرفز. طيب يبقى قول لي مكان الريسبتور اقول لك النيرف. طب قول لي الاستيمولس، هو ارتيريال باروسيبتور من اسمه بيقيس الارتيريال بريشر ريسبتور، يبقى بيقيس الارتيريال بلد بريشر وبالس بريشر، يبقى عاوز ينقص الارتيريال بلد بريشر، يبقى يبعت انهيبيتور امبلس النفس وللابدومينال تون تقلل فينس تيرم تقلل الضغط. وطبعا لو حقنت قديم زودت الضغط جدا النفس يقف جدا يحصل ابنيا، بيسالوها لكم كتير قديم ابنيا. زي ما ربنا حط مرقاب للارتيريال حط مرقاب للفينس. كان نفسي يسموه فينس باروسيبتور، يا سلام كانت تبقى ارتيريال باروسيبتور وفينس باروسيبتور. الاوثر الامريكاني بغبائه قال لك مرقاب الفينس ربنا حطه فين؟ في نقطه التقاء كل الفينز، كل الفينز بتصب في الاتريا فربنا حطهم في الاتريا فسماه اتريا ريسبتور. انما هم في حقيقه الامر فينس بارو ريسبتور، بس ما تستخدمش الاسم ده بتاع العبد الله فقط. ارتيريال بارو ريسبتور اتريال ريسبتورز او لو بريشر ريسبتورز. فين؟ في الاتريا عند الاوبننج اوف فيج فينز. اتريا اتريا يعني في الصدر يبقى العصب هو الفيجاس. طب قول لي الاستيمولس هو السنترال فينس بريشر لان الاتريا هي السنتر بتاع كل الفين، يبقى سنترال فينس بريشر اللي يزيد لما يزيد الفينس تير. يزيد الفينس تير
يعني الدم الوريدي زاد يبقى الكميه اللي رايحه للرئه الوريديه عشان تبقى اوكسجينيتد زادت، يبقى لازم يبعت اكسيتاتوري امبلس يزود نفس، وده يسموه هاريسون ريفلكس. ناخد بقى ريسبتور فروم ذا تشيست تو اول ماسلز. خلاص يا اولاد، تشيست تو اول ماسلز اللي هو الانتركوستلز، يبقى متصله بالانتركوستال نيرفز. قول لي مكان ريسبتور يبقى انتركوستال نيرفز، اللي هي الماسل سبيندل بيبقى شكلها زي المغزل، بتشتغل لما يحصل ستريتش في الماسل بتاع تشيست وول. لما الماسل بتاع تشيست وول تبقى ستريتش، فاكرها خدناها دي، دي الثيرد اوف سويتش. كنا خدنا فيه ثلاثه اوف سويتشز بيوقفوا المجنون الابنيوستيك، من فوق النيوموتاكسيك، من تحت الاستريتش ريسبتور بتاعت اللانج عن طريق الفيجاس هيرنج بروور، وثالث واحد كان الماسل سبيندل المغزل العضلي اللي موجود في الانتركوستال ماسل اللي بيشتغل لما ناخد نفس، لما تشيست وول يحصل له ستريتش، والعصب والانتركوستال نيرفز. دول كلهم بيعملوا ايه؟ بيديتيرمن التايدال فوليوم، يخليك تاخد 500 بس وبعدين يوقفوا السنتر. ديتيرمن ذا تايدال فوليوم، يبقى دي خدت دقيقه اهي. يبقى التشيست وول ريسبتور اللي هم الماسل سبيندل اللي موجوده، المغزل العضلي اللي موجود في الانتركوستال ماسلز اللي سبلايد بالانتركوستال نيرفز، بقى تقول لي المكان اقول لك النيرف. بيشتغلوا امتى؟ الماسل سبيندل بيشتغل لما يحصل ستريتش الماسل، تشيست وول ستريتش، يعني خدت نفس يبقى يبعتوا انهبيتور امبلس ديتيرمين ذا تايدال فوليوم. طيب ناخد اللي بعدي كمان دقيقه. في ماسل بقى موجوده في ال في ريسبتور اسيد موجوده في الماسل والجوينتس والتندونز، سموهم بروبري ريسبتورز. هناخدها باذن الله في العام القادم في سي ان اس. بروبري ريسبتورز موجوده في الماسلز اهي والتندون والجوينتس، ماسل وتندون وجوينتس، يبقى ما سبلايد بالسوماتيك نيرفز. ما احنا قلنا السكيليتال ماسل بتبقى سوماتيك لانها اراديه. قول لي المكان اقول لك العصب، دي مش عاوزه فيه. طب دول بيشتغل انت مع الموفمنتس والماسل والجوينتس والتندونز في الاكسرسايز، يبقى المفروض يعملوا ايه في النفس؟ اكسيتاتو امبلس النفس. يبقى التشست وول ماسلز الانتركوستال بيشتغل بس على ستريتش وول، المفروض يوقفوا النفس يبعتوا انيبيتوري. دول اللي في التشست وول ماسلز الانتركوستال ماسل، ماسل سبندل. لكن اللي في الماسل العاديه السكيتال ماسل والتندون والجوينتس بيشتغلوا على الاكسرسايز، يبقى المفروض يبعتوا اكسيتاتوري امبلس للنفس. دي نمره خمسه. اخر واحده نمره سته الفيسر. في عنوانين في الفيسر، واحد فيهم خدناه اوريدي، سؤال ويك البلع خدناه قبل كده مع السنيزنج والكافينج. في اثناء السوالوينج البلعوم بيبقى الاستيمولس ميكانيكال ستيميليشن اوف ذا فارينكس، وانا الاكل بيعمل وانا ببلع ميكانيكال ما تقولش اريتيشن، الاكل ما بيعملش اريتيشن للاوائل، الاكل بيعمل ميكانيكال ستيميليشن اوف ذا فارينكس. فارينكس يبقى اني عصب؟ قول لي فارينكس في الرقبه، يبقى جلوسو فارينجيال نمره 9. المفروض وانا ببلع الجلوتس يبقى ايه عشان الاكل ما يدخلش في الممرات الهوائيه؟ يبقى كلوزد اول ثرو. فاكر في السنيزنج كان مفتوح طوال الوقت، في السوالوينج مقفول طوال الوقت، في الكافينج مقفول 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 وبعدين يفتح عشان محتاجين ضغط عالي. يبقى السنيزنج قولها تاني، مفتوح طوال الوقت، سوالوينج مقفول طوال الوقت، في الكافينج مقفول وبعدين يفتح صادلي. ولازم مع السوالوينج غير ان انا اقفله اعمل ابني اوقف نفس، لان قلت النفس بيشتغل زي الفاكيوم زي المكنسه الكهربائيه، لو ضحكت على الاكل وبوظت الفليكس يروح الاكل تضحك يروح الاكل داخل على طول. فعشان كده بنعمل حاجتين في السوالوينج، نقفل الجلوتس وما نتنفس سوالوينج ابني. طيب نيجي اخر حاجه في الفيسرا الهيكاب، وهي الزغطه. هيكب زوت حفظتها لاجيال بطريقه جميله قوي يا اولاد. قلت اغاظت الفرينك نيرف في اغاظك، كنت قلت لكم معلومه مهمه ان الفرينك نيرف اللي بيغذي الدافرام بيغذي الدافرام من الاندر سيرفيس من السطح السفلي،
وعليه لما حضرتك تاكل كتير فالمعده اللي تحت الدفرام تتملي اكل، او تضحك كتير فالمعده اللي تحت الدفرام تتملي هواء، عمال تضحك تضحك تضحك، فالمعده انتفخت سواء بالاكل الكتير او بالضحك الكتير، فعملت الريتيشن للدف للفرينك نيرف. ليه؟ لان الفرينك نيرف بيغذي الدافرام من الاندر سيرفس، فانتفاخ المعده، بالاكل او بالهواء بيرتيت الفرينك نيرف، يبقى انت غصته فاغاضك. الفرينك نيرف يغذي مين يا اولاد؟ الدافرام. فيقول لك كونتراكت الدافرام، هو بيغذي الدافرام، حلو؟ فانت تكونتراكت الدافرام يبقى لازم تاخد نفس، يحصل لك انسبريشن، وانت بتاخد النفس يروح يغيظك، يروح قافل لك الجلوتس. يعني الفرينك نيرف يقول للدافرام انقبض، يبقى الواحد ياخد نفس، وهو بياخد نفس المفروض يبقى الجلوتس مفتوح، يروح قافل لك الجلوتس، فانت غيظته فيغيظك. يعني عملت حاجتين عكس بعض، سبازم في الانسبيراتوري ماسل، يبقى لازم اخد نفس. During which the glottis is closed. حفظتها لأجيال، هيكب احفظها معايا. أغصت الفرينك نيرف فأغاضك، يبقى سبب الهيكب irritation of phrenic nerve. مليت المعدة هواء أو أكل فحك في الأندر سيرفس في دافرام، الفرينك نيرف من الأندر سيرفس عمل له irritation. طب هو في ايده ايه؟ انت عملت له اريتيشن، هو اريتيت يو، اغصته فاغاظك، يبقى يعمل سبازم في الدافرام، يبقى خد هواء، ده مش سبازم في الدافرام، لازم تاخد هواء، وانت تاخد هواء روح قافل لك الجلوتس. طب الحل، كل الاعصاب بتهدى بالوسط الحامضي بالاسيدوزس، يبقى احنا نكرييت ارتفيشال اسيدوزس اللي في ايدنا، اني واحده بقى ريسبيراتور اسيدوزس، نوقف النفس، عشان كده كلنا بنكتم نفسنا، او تتنفس في كلوزد سبيس في كيس نايلون كده لمده دقيقه، يبقى مفيش تجدد للهواء، فالسي او 2 جوه جسمك يحصل له ايه؟ يزيد، اللي هو الكربونيك اسيد. طب ما ده ريسبيراتور اسيدوز، الهيكاب يروح. اتعلمها، كل الاعصاب المتهيجه ومن ضمنها الفرينك نيرف الهيكاب تهدأ بالوسط الحامضي، تهدأ بالأسيدوزس. أي نوع من الأسيدوزس اللي ممكن أعمله إراديًا؟ الريسبيراتوري أسيدوز اللي هو بيحصل بالهايبوفنتيليشن. أنا بقى مش هعمل هايبوفنتيليشن، هوقف الفنتيليشن خالص، عشان كده بالفطرة كلنا بنكتم نفس شوية، فالسي أو 2 بيزيد يدي كربونيك أسيد، يعني يعمل أسيدوز تهدي الفرينك. أو طريقة تانية يقول لك اتنفس في كيس نايلون، يبقى برضه السي او 2 جوه جسمك هيزيد، مفيش تبادل هواء، يبقى عملت ريسبيراتوري اسيدوزس تهدي الفرينك نيرف. ده يا اولاد كان النون كيميكال او النيرفس سيجوليشن. وفي عجالة تاني احب اقولهم لكم، مش كلهم بس مراجعة عشان ما تتوهش. يبقى عندنا سؤالين مهمين جدا، النيرفس الكيميكال ريجوليشن الاهم، ده البيزك ميكانيزم، سوبر امبوزد عليه، يعني مش كلهم في وادي، انما اقل اهميه منه اللي هو قلنا ال نيرفس او نون كيميكال ريجوليشن. خدنا كام حاجه يا اولاد؟ سته حفظناها، ثلاثه جوه الثوركس، ريسبتور في اللانجز، ريسبتور في الكاردوفاسكولار، ريسبتور في الانتركوستال ماسلز. طيب وثلاثة بره الثوركس باللون الأزرق، حاجة فوقيهم اللي هم الهاير سنترز، وحاجتين تحتيهم اللي هم الفيسرة، خدنا الهيكاب والسوالوينج، والماسلز العادية اللي هي السكيتر ماسل العادية زي في الاكسرسايز، بيسموا الريسبتور اللي في الماسل والتندون والجوينتس بروبريوسبتورز، هنبقى نعرف ساعة تانية ليه سموها بروبريوسبتورز، ودي في الاكسرسايز تزود نفس. بخاف يا اولاد تاني لا تبقى فاكر كويس بس تنسى المين ايتمز، يعني المين ايتمز تنساها، فعشان كده بديك طريقه انك ممكن يعني تبقى فاكر الديتيلز، ودي كارثه ونسيت العناوين الاساسيه. اوعى تنسى الكيميكال ريجوليشن، فاكرهم كانوا اربع مجموعات كل مجموعه فيها ثلاث معلومات، دي ليها طريقه تانيه
النون كيميكال او النيرفس سيميوليشن عباره عن ريسبتور موجوده في ست مواضع في الجسم، ثلاثه جوه الثوراكس. لانج ريسبتور قسمناها نوعين على فكره، الابر ريسبيراتوري ريسبتور واللانج ريسبتورز لو كنت فاكر. وكارديو فاسكولار ريسبتور قسمناها نوعين، مرقاب للارتيريال ومرقاب للفينس. خلاص؟ ارتيريا بارو ريسبتورز وايتر ريسبتورز. وبعدين الريسبتور اللي موجوده في عضلات التشيست اللي هي الماسل سبندل بتاعه التشيست وول، ادي ثلاثه. وثلاثه بره الثوركس. فوقيهم الهاير سنترز. وتحتهم الفيسرا والماسل والتندون والجوينتس العاديه. دول السته تبقى حافظهم صم. ثلاثه خدوا وقت طويل جدا اهم. اللي هم الهاير سنترز واللانج ريسبتور، اللانج دي اثنين قلنا في ابر ريسبيراتوري ريسبتور ولانج ريسبتور. والكاردو فاسكولار ريسبتور كانوا اثنين، ارتيريال وبدل فينس ايتر ريسبتور. وعلمتك لازم تعرف لي عن الريسبتور اربع كلمات. تقول لي الموضع، الطالب الذكي اقول لك العصب اللي متصل بالريسبتور. طب الطالب الاذكى تقول لي الاستيمولس، الاستيمولس المؤثر اقول لك ريسبونس. يبقى في اي ريسبتور هتكتب كام نقطه؟ اربعه. السايت وراها النيرف، من السايت تعرف النيرف، وبعدين الستيمولس وراها الريسبونس. يبقى سته، ثلاثه جوه الثوركس، لانج ريسبتورز وكارديو فاسكولار ريسبتورز وريسبتور في الانتركوستال مثلا عضلات التنفس. دول خدوا وقت طويل، ده وقت قليل. وبعدين ثلاثه بره هاير سنترز، واثنين تحتهم اللي هم الفيسرال والماسل والتندون جوينتس ريسبتور. هنا واحده خدت وقت طويل هاير سنترز، واثنين كل واحده خدت كلمتين. يبقى اكشن السته فيهم ثلاثه طوال وثلاثه قصيرين. على فكره كتير بيجي السؤال مش كل النون كيميكال، لان ده يبقى طويل قوي، بيجي حتت واحده من السته، لكن ساعات ساعات قلما يجيبوا السته فلازم تبقى فاكرهم. ودي يا اولاد تبقى اطول محاضره، انها اكشلي المحاضره دي بحوالي اربع محاضرات في العادي، يعني كنا بنديها في المحاضرات اربع محاضرات، بس انا عشان خاطر عاوز ادفعكم دفعه جامده عشان الدنيا قربت، فاديتكم محاضره طويله لموضوع واحد متكامل اللي هو الكيميكال ريجوليشن، وهو الاهم لان هو ده البيزك ميكانيزم، وهو ده البيزك ميكانيزم، والنون كيميكال نيرفس وده الاقل اهميه. وفي النهايه يا اولاد لا تنسوا ان هذه المحاضرات لصالح الاطفال من مرضى السرطان، they need مساندتكم، يحتاجوكم الاطفال. فيعني ربنا يعني يفتح قلبه لفعل الخير ويشترك مع هؤلاء الأطفال، هيجازيه الله خيرا. احنا بنساعد بعض في هذه الحياة يا أولاد، أنا في ناس بيساعدوني وأنا بساعدكم وأنتوا تساعدوا ناس، وهكذا الحياة، لأنه ما استحق أن يولد من عاش لنفسه. فأنت بتطلب من الآخرين هم يساعدوك، فعليك أن تساعد أنت الآخرين. أدام بتطلب منهم يساعدوك ساعدهم انت كمان. ده الفير ثينج ان لايف، ان احنا الناس يساعدونا واحنا نساعدهم. وطبعا ليس اكثر من اطفال المرضى بهذا المرض العضال وهو السرطان في اكثر يعني اكثر احتياجا لمساندتكم. اخذت من وقتكم واتمنى اكون افدتكم، والى ان القاكم أتمنى من الله لكم كل التوفيق. شكرا أبنائي الأعزاء.